هو الكلام على الامبليوبيا مش هينفع من غير ما نتكلم على حته كده صغيره، حته صغيره ازاي الباينوكولر اصلا بيتكون. يعني احنا يعني ايه عندنا باينوكولر فيجن، والمثل ده بتاع الكوره ده تخيلوا كده حاجه هي مختلفه شويه ولكنها تنطبق حتى على اللي احنا هنقوله. واحد رايح السيرك قال له انا عايز العب اللعبه دي، خلاص عشان يوصل انه بيعمل كده وبيعمل الحركه دي سموث كده، وبعدين بعد شويه يبقى في واحد اشطر منه مش معاه 3 كور بس معاه 4، ويطلع واحد اشطر بيعملهم ب5، واحد اشطر واشطر بيعملهم ب6 كور، لحد ما تلاقوا ساعات في العروض الكبيره قوي في السيرك واحد معاه 9 و10 كور وبيعملهم فيري افيشنتلي، صح كده؟ هو عمل الكلام ده في يوم وليله كده ولا قعد يتدرب كتير؟ طب اول خطوه كانت ايه؟ اول خطوه كانت ان كل ايد لوحدها تكون بتشتغل. فلو الشخص ده دخل الاختبار بتاع البول جوجلنج ده وطلع من الاول عنده ايد ضعيفه مش هتكمل معاه الاختبار، صح؟ يعني لو عنده ايد ما بتشتغلش مش هتكمل معاه، تقول له والله انت ما تنفعش في اللعبه دي. طيب لو عدى من الامتحان الاولاني ان دي لوحدها بتشتغل ودي لوحدها بتشتغل، هتبدا تحط له الاختبار التاني ان انا بعرف احذف كوره واحده من دي لدي تلقطها والعكس، بعدين نصعب الامتحان شويه نخليهم كورتين ونبدل، ونصعب الامتحان في اول مرحله فيها كوره هتبقى متعلقه في الهواء فور وايل وايدي الاثنين مشغولين، بعدين احط كوره رابعه وخمسه وسته. فالاختبار عشان ده يتكون لازم يحصل كده، لان هو اختبار كوردينيشن ما بين التين. حاولوا تتفرجوا على ده كده وانسوا الايد اليمين وبصوا على الايد الشمال بس، بصوا على ايد واحده. اللعبه فين؟ في القدره والتايمنج، ان انا بعرف احذف في الوقت المناسب والقف في الوقت المناسب وبعملش حاجه في الوقت المناسب. ففكره ان انا بشغل ايدي الاثنين بتوقيت معين وكمان كوردينيتد مع الثانيه، هي دي لعبه ان انا اعمل حاجه باي مانيوال. في شغلنا واحنا بنعمل فيكو تكت الباي مانيوال ان الوقت اللي تكون الميه نازله فيه انا باسبريت كذا مشكله اي حد بيتعلم الفيكو انه بيجي في وقت معين بيعرف يعمل ريكسس كويس بايد واحده، مش كده؟ وبعدين يعرف يدخل البروب بتاع الفيكو يعمل جروف كويس، يجي يقسم يعطل. ليه؟ لان في وقت الايد اللي فيها الشوبر بيعمل حاجه، الايد الثانيه فيها بروب بيعمل حاجه ثانيه، يتلخبط. يتعلمه تنفع دي. يجي يعطل اكتر مرحله بتعطل الناس في الفيكو ايه؟ ان انا اعمل روتيشن وشوبينج، ان انا ماسك حته من النيوكليس بالبروب بالفاكيوم ورجلي الاثنين شغالين، واحده على الميكروسكوب تظبط فوكس والثانيه على بروب الفيكو، والايد الثانيه بتلف وتقسم وتقطع. فانا مشغل 4 اكشنز مع بعض. لحد ما احط الكلام ده في الاوتوماتيك مود بتاعنا باخد وقت. فالباينوكلر بيتكون كده. الباينوكلر بيبتدي باليوني اوكيلر امبروفمنت. يعني قبل ما ابدا اتكلم على الباينوكلر نبدا كلمني اكتر على اليوني اوكيلر. على يوني اوكيلر فيجوال اكيوتي. طيب بعد شويه لو انا بشتغل بايدي الاثنين ومش عارف اعمل بيرفكت موفمنت كده، هيحصل تبعات اخرى ترجع تعطل لي ايد. الناس اللي بتيجي تعطل في الفيكو، هرجع للفيكو برضو باي مانيوال، يجي ما يعرفش يقسم كويس، يجي يلاقي الخطوات بتاعت ان انا الف واقسم واقطع واعمل الكلام ده ضعيف، يعمل ايه؟ يدخل بايد واحده ببروب يقعد ياكل كتير قوي بالترا ساوند كتير يحرق كورني، بس بقى معتمد على مين؟ على ايد واحده. هو نجح انه يعمل الفيكو، هو عارف يعمل الفيكو كويس، كالها كويس، هو طلع باور كتير وطلع حراره كتير وبوظ الكورنيا، بس هو في الاخر نجح انه يعمل الحركه دي. عشان كده لو انا عطلت في ان انا اشغل عيني الاثنين بالباينوكلر عشان اطلع ببيرفكت باينوكلر، يبقى احسن لي اشتغل بعين واحده. فساعات الباينوكلر ده يمشي في البيرفكت باث واي، انه يمشي كويس ويتحرك كويس ويشغل عيني الاثنين مع بعض حلو،
ومحتاج ديفلوبمنت عشان يوصل لدي. طب لو فشل يعود بالسلب اما على عين لوحدها او على علاقة العينتين ببعض، يعني يخلي كل واحدة تشتغل عن التانية من غير كوردينيشن، يخلي كل واحدة بتعرف تعمل اكشن من غير ما التانية تساعدها، او يخلي واحدة هي الدومينيت والتانية مش معانا اصلا. فالعلاقة دايما رايح جاي. في الباينوكولر العلاقة اصعب لانها سنسوري، والسنسوري ديفلوبمنت اصعب من الموتور. الموتور ديفلوبمنت بتاع السيرك ده او بتاع الفيك، وانا اقدر اقول له اشتغل على نفسك شوية. نفس مشكلة الناس اللي اتعلمت سواقة مانيول، انت عايز تمسك الدريكسيون والفتيس والدواسة الدبرياج والبنزين في نفس الوقت. اكتر حتة بيحصل فيها حوادث المبتدئين في السواقة فين؟ في الصينية، في الراوند اباوت، لان انا عايز اتحرك واقف وبص واخد الاكشن والتايمينج، اعمل حس عشان في لاج عمال يقول اطلع والاشاره فتحت وانا مش عارف اطلع. فانا طب واللي بيسوق شويه خلاص ما عادش حطها في السبكونشس. فالباينوكولر عشان يديفلوب صح عايزين نحطه في الحته اللي مش محسوسه. انا مش ناوي تعمل باينوكولر، لا خالص. احنا بنعمل باينوكولر عشان هو بيديفلوب كده. طب ده بيحصل ازاي بقى؟ مش عادها تاني، بس ترجعوا لها ان احنا عندنا حاجه اسمها فيجن ديفلوبمنت مايل ستونز. فاكرين قلناها مره في محاضره الفيجن اسسمنت، وقلنا ان كل مرحله ليها فيجن بيديفلوب اكوردنج للستيج بتاعتها. هنعدي دي ونقول الحته اللي انا عايز اقولها بقى. جوه الانترا يوتراين لايف قبل اصلا بدايه السنسوري بيحصل حاجه اسمها كونتينيوس سبونتينيوس اكشن بوتنشال فايرنج للفيجوال كورتكس. يعني ايه؟ يعني لسه ما فيش رؤيه، لكن في طول الوقت فايرنج رايح للفيجوال كورتكس عشان يبدا تستعد انها لما يجي النور تشوف. ده فين؟ انتراتراين. وبعدين عند الولاده في حته هنا مهمه جدا اسمها ستيليت سيلز فلاير 4C1، مش مهم الاسامي قوي نحفظها دي، بس اللاير دي مهمه. بيحصل لها كونكشن بالعينتين مع بعض، وفي حته كبيره اوفرلابنج بينهم. خلاص خلي بالكم عشان بس تفهموا احنا رايحين فين. انتوا لازم تفهموا كميه التعقيد في البانوكولاريتي. طب والتعقيد ده ببساطه، حلو الجمله، التعقيد ببساطه. التعقيد ده ببساطه ان انا شايف حته مشتركه بعمل لها سميشن، وشايف حته مختلفه بركبها من غير ما تبوظ لي صوره. يعني انا قاعد دلوقتي شايف السنترال فيلد في اوفرلاب، هستفيد بالاوفرلاب ده بان انا اعمل سميشن اشوف احسن. تبقى العين دي بتشوف 6 على 9 والعين دي بتشوف 6 على 9 والاثنين مع بعض بيشوفوا 6 على 6. ليه؟ لان الاثنين قوي بعض. وابقى شايف حاجه اسمها بريفرال تمبورال ديسباريتي، ان البريفرال فيلد هنا غير البريفرال فيلد هنا، وما يجيليش ديبلوبيا، بالعكس دول يقوا بعض. فهمتوا التعقيدة؟ عشان اوصل بالمرحلة ان انا بعمل كده زي بتاع الكور، ان انا بشغل العينتين مع بعض بيعملوا ابريشيشن للديسباريتي وابريشيشن للسيميلاريتي. خلاص؟ فعشان كده لازم اعمل الفايرنج ويحصل السنتر الاوفرلاب ده بالتكنيك ده. سبحان الله، هقولها للمرة المليون عشان ما يجيش حلوف يقول الكون اتخلق صدفة وصل الانفجار الكوني والانفجار العظيم. مش ممكن، مش ممكن ده يكون صنع بني ادمين او صدفه. فالفكره كلها ان الوقت ده اللي بيحصل الفايرنج سواء انترايوتراين او عند الولاده، لما بيحصل في السيلز اللي قلنا عليها في لير 4 سي 1 بيحصل كومبيتيشن ما بين العينتين. عشان ايه؟ عشان في الاخر ياخدوا وضع الاصطفاف. عارفين شكل الطوابير العسكريه لما بيجيبوا ناس لابسين احمر وناس لابسين اخضر وناس مش عارف ايه، وبعدين في الاخر يقوموا عاملين شكل العلم على الارض؟ هو في الاول انتوا شايفين مش ممكن الديسبيرشن ده يعمل المنظر ده، لكن هم بيقعدوا كل واحد عارف مكانه، فكل واحد عارف سكته، فيحصل حاجه هنا اسمها وايرنج، ان كل سيل بقت كونكتد سنتر لحاجه معينه. عشان نوصل في الاخر لحاجتين مهمين جدا جدا اسمهم الباينوكولار سيستم. والباينوكولر سيستم ده
يعني خلونا نعدي كلام البيزك شويه. عايز يوصل في الاخر ان انا عندي اتنين سيستمز مهمين جدا، واحد اسمه بارفو سيلولار باثواي وواحد اسمه ماجنو سيلولار باثواي. وببساطه عشان ما نعقدش، الماجنو سيلولار ده مسؤول على التفاصيل الكبيره، الحركه اللي هي سلو موشن يعني، والجروس موفمنت والحاجات الكبيره، والبارفو سيلولار هو بتاع التفاصيل الصغيره. طيب تيجي المشكله فين؟ تيجي المشكله لو حصل انتربشن في الديفلوبمنت ده في اي وقت من الاوقات. كما هي القاعده، البيت بيتبني من البدروم وبيخلص بالسقف، وما يجي بالسطح وما يجي يتهد، بيتهد العكس، بنهد السطح وننزل تحت. فعشان كده لو بتكلم على الستيت اوف باينوكولاريتي في حد، هي بتديفلوب اصلا، يعني البيت اللي ما اتبناش ولا اتبنى وتهد، دي من الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها، لان هي هتأفكت التريتمنت بتاعي. خلاص؟ فعشان كده اللي جاي ده الفرق، الحته يعني المقدمه البيزك دي صغيره جدا، بس خلينا نقول ده هيفرق معانا قوي واحنا بنمانج، عشان اعرف كلمه كلنا بنقولها ومش فاهمين معناها قوي، كلمه depth of amblyopia. يعني ايه ديب امبليوبيا؟ ويعني ايه واحد عنده ديب امبليوبيا على فيجن مش وحش قوي، واحد عنده فيجن وحش قوي بس تريتبل مش ديب امبليوبيا؟ هي دي الكلام ده، اعرف هو اتبنى واتهد ولا ما اتبناش، ولا ما اتبناش وينفع اتبني، يعني احنا ستيل عندنا وقت. اتفقنا كده؟ طيب بص بعد اذنك يا دكتوره الاء، مشكلتنا بس عايز اقول حاجتين، كلمتين في السنسوري بنلخبطهم في بعض، كلمه سبريشن وكلمه امبليوبيا. وكان كتير من الناس بتغلط لما اقول له ايه الفرق بين السبريشن والامبليوبيا، يقول لي اصل السبريشن دي باينوكولر والامبليوبيا نيوكولر. خلاص؟ مش دقيق قوي الكلام ده، او يقول لي اصل السبريشن ده بيرمننت تمبوري والثانيه كده، لكن هي الاولى ادق. يعني فكره تمبوري، لو الامبليوبيا دي بيرمننت مش هنعالج، يبقى احنا مالناش لازمه، يبقى الكلام اللي احنا هنقوله النهارده كله هنقول للعيان مبروك ان عندك امبليوبيا، عيش حياتك كده. لكن هي القصه مش كده. القصه ايه الفرق بين كلمه سبريشن وامبليوبيا؟ هقول لكم حاجه ناس كتير ما تسمعش عنها، ان السبريشن ممكن يجي في عين بتشوف 6 على 6. يعني ممكن الاقي واحد كل عين لوحدها بتشوف 6 على 6، ولما اجي اعمل له تيستنج للباينوكولر، يعني ارجعوا لمحرره الباينوكولر، هيبقى عنده سبريشن. يعني ايه سبريشن؟ يعني هو لما بيكون اندر باينوكولر كونديشنز بيختار يعمل شوت داون لوحده. بس الشوت داون ده بيحصل على انهي ليفل؟ نفس الكلام اللي كنت بقوله. هو الباينوكولر بيديفلوب ازاي؟ باول حاجه اسمها سيمالتينيس بيرسبشن، مش كده؟ ودايما بقولها بفكره، هقول حته قديمه شويه بس استحملوا ان انا اعيدها معلش. فكره ان انا عامل سيمالتينيس بيرسبشن، يعني عندي حاجتين جايين على نفس اللوكيشن بيتشافوا في نفس المكان، اللي هو اللي يفترض يبقوا نفس الحجم، مش كده؟ يعني انا دلوقتي مركز مع دكتور محمد، فانا شايف دكتور محمد على الماكيولا دي وعلى الماكيولا دي، فيفترض انا اشوف كام دكتور محمد؟ واحد، مش كده؟ لكن لو دكتور محمد جايب طفل معاه وحطه على رجله، طب هو بالنسبه لي فين؟ في نفس اللوكيشن. فالمفروض لما اشوفهم اشوف الصوره بتاعتهم الاثنين مع بعض از وان ايمج، فخدت صورتهم الاثنين ايمج واحده. نفس الكلام المنطقي بتاعي وانا ببص على اي لوكيشن في الدنيا، تجيني مرتين، مره على الفوفيا دي ومره على الفوفيا دي، والفوفيا دي تقرب الى الفوفيا دي، كورسبوندنج ريتينال بوينتس، يوم يريبورت لنفس البرين كورتيكال سيل، يوم يتشافوا مره واحده. حلو كده؟ طب لو ده ما حصلش، لو انا عيني حولت والحول اللي عندي ده راح في حته ثانيه، فبدل ما كانت الفوفيا الشمال دي على الدكتور محمد، وكان يفترض ان الفوفيا اليمين تبقى على الدكتور محمد، قامت الفوفيا اليمين راحت ناحيه الدكتور نانسي. قام حصل ايه؟ الصورتين راحوا على كورسبوندنج ريتينال بوينتس. اسمه ايه الوضع اللي احنا فيه ده؟ اسمه نون كورسبوندنج ريتينال بوينتس. هما في الاصل كورسبوندنج، وفي الاصل بيشوفوا نفس الحاجه، لكن الواقع كل واحده منهم شايفه حاجه مختلفه عن الثانيه. يوم يحصل ظاهره مهمه جدا اسمها كونفيوجن. يعني ايه كونفيوجن؟ يعني الصورتين بقوا سوبر امبوزد على بعض، بقت صوره كده وعليها صوره كده،
بيريفر لنفس اللوكيشن باعتبارهم على كورسبوندنج ريتينال بوينتس، وهم صورتين مختلفين باعتبار ان هم مش نفس الصوره، مش كده؟ طب هل ينفع حد يعيش بالوضع ده؟ لا، الناس ما تحبش تعيش بالوضع ده. يوم يحصل حاجه هنا مهمه اسمها سنترال سبريشن، يعني الصوره الغير مرغوب فيها دلوقتي، يعني لو دلوقتي الصوره المرغوب فيها صوره الدكتور محمد، انا هعمل سبريشن لصوره الدكتور نفسي. يعني دلوقتي انا مركز مع مين؟ مع محمد. طب لو انا عايز ابص الناحيه دي على الدكتوره نانسي، بقت الصوره المرغوب فيها صوره الدكتوره نانسي، بقت على الفوفيا الشمال. طب والعين الثانيه؟ بقت جايبه لي الازازه اللي الناحيه دي. مين الصوره الغير مرغوب فيها؟ الستاند او الازازه. فانا هعمل سبريشن دي. الكلام ده لازم يحصل في سن بدري. خلاص؟ لازم يحصل في سن بدري جدا عشان اقدر اعمل سبريشن بسهوله، حيث الكونكشن ما بين العينين شالو، لسه ما تقوتش العلاقه بينهم قوي. فيحصل تجاهل. التجاهل ده هو السبريشن. وكلمه تجاهل يعني موجود وانا اقدر اهتم بيه بس انا مطنشه. يعني ايه تجاهل؟ يعني هو موجود. طب هل السبريشن ده حاجه سبيسيفيك للعينين بس؟ يعني هل احنا في عينينا العاديه بس هي المكان الوحيد اللي عنده سبريشن؟ الاجابه لا. احنا طول الوقت عندنا سبريشن في كل حته. مفاجاه وداننا فيها سبريشن. في حاجه في الودان اسمها هير سيلز. احنا قاعدين بنتكلم وفي صوت عربيات او حد بيزعق او حد واحنا قاعدين مش واخدين بالنا اصلا. تكييف شغال، مروحه، جنريتور، موتور، واحد بيلعب، حد بيطرش، اي حاجه، اي اصوات، واحنا مركزين مع صوت معين. فعملت مين؟ سبريشن. طب واحد قاعد في حفله بيسمع مزيكا ومش مركز مع المزيكا، مركز مع اللي جنبه في كلام، هو عامل سبريشن لمين؟ للحفله اللي هي بالنسبه للناس الثانيه هي المين تارجت. مين بيعمل ده؟ حاجه اسمها هير سيلز. بلاش الناس اللي لابسين ساعات واساور وسلاسل وبريسلتس وخواتم وكل حاجه، واللبس والهدوم ونضاره وكاب وحجاب وطول ما احنا قاعدين، وبعدين في وسط القعده دي كلها تيجي نمله تمشي كده ليه؟ عملت اندكشن اوف ستيميوليشن. طب والباقي كان سبريس؟ طب واللي بيلبس حاجه لاول مره، اي حد بيلبس ساعه في ايده الشمال يجرب كده يلبسها يوم في اليمين، طول الوقت هتلاقيه بيعمل كده وكده. حاجه هنا ناقصه وحاجه هنا موجوده، مش كده؟ فده بيجي امتى السبريشن؟ لما اتجاهل، اتعلم اتجاهل. لو اتعلمت اروح لكل تاتش مش هخلص. فهنا لو عرفنا نعمل سبريشن، بس احنا مش بنعمل سبريشن حاجه صغيره، انت بتعمل سبريشن لحاجه كبيره الامبلس بتاعتها قويه. يعني اللي قاعد في حفله وبيوشوش في ودن اللي جنبه، واللي جنبه ده عامل سبريشن للحفله، فهو عامل سبريشن لحاجه خزعبليه جدا. لكن غير اللي مركز في الحفله وعامل سبريشن للوشوشه. فالشخص اللي حول بقى عنده هنا سنترال سميشن اوف ان نيدد ايمجز، عمل لواحده منهم سنترال سبريشن. في نفس ذات الوقت اللي انا كنت مركز فيه مع الدكتور محمد، والفوفيا الثانيه بتاعه العين الشمال دي عليه، والفوفيا الاولانيه بتاعه العين اليمين عند الدكتور نانسي، كان في الوقت ده الدكتور محمد ليه صوره ثانيه عندي على بريفرال بوينت. يعني لما العين جت كده والفوفيا جت كده، بقت التمبورال ريتنا الناحيه دي، فجاله صوره تانية. هي دي الديبلوبي. طب انا مش عايز اشوف اثنين، اشوف واحد، فلازم اعمل سبريشن تاني لصورته هو اللي موجوده عندي على بريفرال ريتنال بوينت. اسمه ايه المره دي؟ اسمه بريفرال سبريشن. مين اسهل تفتكره؟ البريفرال طبعا، لان انا بعمل بريفرال ويكر ستيمولس على ويكر بوينت، مش كده؟ الوضع ده اسمه لحد دلوقتي سبريشن. خلاص؟ وسبريشن تجاهل اشاره قويه ومؤقت اندر باينوكولاريتي. اديكوا دليل من الحياه. كم حد فيكم شاف حالات دوين سندروم؟ اللي شاف دوين سندروم يرفع ايده. ما شفتوش دوين سندروم قبل كده؟ شفتيش دوين سندروم قبل كده؟ شفتيش دوين سندروم قبل كده؟ هخبطك. الدوين سندروم كتير منهم بيبقى اورثوتروبيك، واحد عينه معدوله، مش كده؟ عمركم سمعتوا عن واحد بيجي له ديبلوبيا في السايد جيز وهو دوين سندروم؟ يعني مع انه بيبص كده عين بتخش وعين معدوله. اه؟ كبر اهو دلوقتي عنده 6 6. حلو،
مع ان العين اللي هي فيها ليميتد ابدكشن دي ممكن تكون بتشوف 6 على 6 بالظبط كده. طب ليه هنا لما عملنا كده بقت الفوفيا دي في حته والفوفيا دي في حته وما جالوش ديبلوبيا ما جالوش كونفيوجن؟ عشان بيعمل حاجه اسمها التيتيود سبريشن، بيسبرس في الاتجاه ده بس. يعني ينفع اطنش شويه اتجاهل شويه مش كده؟ فكلمه سبريشن معناها ان العين شغاله كلها لكن بتعرف تعمل تجاهل لبعض الحاجات الصغيره عشان يحافظ على الهدف الكبير. لان لو قعدت في المحاضره مركز شفت الكلاكس شفت اللي بينادي بره شايف الامن شايف بيزعق شايف العيانين شوف مش هتخلص. من غير السبريشن نتروش. عارفين فيلم الحاسه السابعه لما قعد سامع كل الاصوات اللي حواليه؟ قولي بقى بيطلع نورمال. ما هو انت بتعمل يونيوكلر بتعمل فيلد بيونيوكلر تست هطلع سليم زي الفل. تمبرري التيتيود بيجي في الاتجاه ده بس لما ببص في الحته دي لكن في الوقت العادي فكلمه سبريشن هو تجاهل مؤقت لوضع ما. طيب السنترال سبريشن ده طب ما انت عامل كابس على الفوبيا طول الوقت فبتعمل سبريشن طول الوقت فايه اللي هيحصل؟ التجاهل في العلاقات يؤدي الى متعه رضوى الشديد. فالتجاهل بيموت العلاقات. فالتجاهل هنا اللي انت عامله على اللونج تيرم للسبريسد اريا دي بيعمل ايه؟ امبليوبيا. يعني تيجي تصالحها تقول لها طب خلاص والله طب توبت وانبت طب حرجه طب انا ما حبيتش غيرك طب انت العين الدوميننت طب هديكي لقب دوميننت طب هعمل لك اللي انت عايزاه تقول لك لا خلاص الاهتمام ما بيطلبش رضوى الشربيني. فما بيحصل هنا ان انا في وقت معين لو ما لحقتش اصلح السبريشن ده هو ده اللي بيديفلوب الامبليوبيا. خلاص كده كان بي تريتد ساعات. وهي دي كلمه السر ان كلمه السر الامبليوبيا دي دنس ولا مش دنس على حسب ايه جاي لكم في الكلام. متفقين؟ طيب كلمه ثانيه مهمه السبريشن والادابتيف ميكانيزم بتاعت الباينوكولر مش يومها النهارده. وامتى يحصل ابنورمال ريتن كورسبوندنس وانوميلس والاكسنتريك فيكسيشن والكلام ده مش موضوعي النهارده. انا بتكلم على الامبليوبيا. خلاص قبل ما اتكلم على الكلام ده لازم اقول زي ما بيقولوا كده الشيطان يكمن في التفاصيل. الامبليوبيا بتحصل لان الصوره الثانيه مش شبه الاولانيه. اما انها اتكونت ضعيفه او ما اتكونتش خالص او حصلت بدايركشن مختلف. فبالتالي انواع الامبليوبيا عندنا ايه انواعها بقى؟ اميتروبيك مش كده؟ وفي ايه تاني؟ انايزوميتروبيك مش كده؟ ونحط الثالثه بتاعتهم اختهم اسمها ميريديونال ونحفظ الثلاثه دول مع بعض. ان الثلاثه دول مع بعض ريليتد دايما لريفراكتد ايرور. وارجعوا للجدول اللي عملناه يوم محاضره النظارات جلاسز ان تشيلدرن لما قلنا الجايد لاينز اللي اتحطت عشان نلبس الاطفال نظارات امتى عشان ما نوصلش للمرحله دي. يعني امتى يجي لي واحد عنده عين ماينس 2 سلندر والثانيه ماينس 2 سلندر اقول له انت مش محتاج نظاره انت لسه سنك سنه ونص مش كده؟ ويجي لي اللي وراه العين دي ام تروب 000 ودي ماينس 1.5 او ماينس 1.75 سلندر اقول له البس نظاره دلوقتي عشان افادي الانايزومتروبيا مش كده؟ او الانايزو استجماتيزم يعني. واحد تاني زي اللي الدكتوره لسه بتحكي عليه عنده بايلاتر ايرور قام جاله بايلاتر الامبليوبيا. يعني الامبليوبيا ما عادتش بس علاقه بين عينتين بقت علاقه حتى في عين واحده انها ديفلوب هيلثي جود فيجن مش كده؟ عشان كده ممكن تكون يوني اوكلر وممكن تكون بايلاترال. الانايسومتروبيك مهمه في الفروق اللي اتكلمنا عليها الميريديونال مع الهاي استجماتيزم. على الوينج الثاني بقى هتاخدوا انواع اللي هم الاسترابيزميك والثالثه ودي اوحشهم. اسوأ نوع خالص ده مش متجاهل مش موجود اصلا
خالص. الناس اللي بتعمل ليزك لما بتدخل للعيان تقول له احنا في لحظه معينه هتسمع تكتكه وزنزنه وبتاع والكلام ده، لازم تقول له كده، لانك لو ما قلتلوش هو بيسمع صوت مش متوقع يسمعه في اوضه العمليات مثلا، لو ما قلتلوش انك بتفقد النظر، فانت لو بتديله سنس هو مش عارفه قبل كده، هو ما حصلش انه قاعد قبل كده الدنيا طفت، او قاعد قبل له صوت في اوضه عمليات بتاع دي، مش مستحيل. فلو هو عمل كده هيجري هيسيبك ويجري، فلازم تعمل له من الاول اندكشن اوف نوليدج يعني، او تقول له education، ان انت تقول له انت لما تدخل في الحته دي هيحصل لك كده. طب السنسوري ده اللي عندي اصلا ما شافتش، تمام؟ فدي الاسباب، لكن برضو مش دي كل حاجه. فارق معايا تاني وانا بعالج امبليوبيا اكون واخد بالي، عشان اتكلم على كلمه دنسي في امبليوبيا، هعالجها ولا مش هعالجها، جايه ولا مش جايه، ان انا ابقى فاهم الحته الجايه دي. اولهم ان ولا واحده من دول مفترض يكون فيها اورجانيك ليجن. تقول لي لا فاتت منك دي، ما السنسوري اهو. خلاص؟ اقول لك لا، احنا هنتكلم على السنسوري ديبريفيشن امبليوبيا بعد ما نعالج السبب. يعني اللي عنده توزز لما تصلح التوزز، لما تصلح الكاتركت وتعمل له البروبر اي او ال وتطلع الباور سليمه وكلير فيجوال اكسس، ما عادش عنده اسمه كاتركت. اللي عنده اسمه سنسوري ديبريفيشن امبليوبيا، صح؟ وما تصلح الكونجنتال توزز ما عادش عنده توزز، ما قلناش بنسميه دلوقتي كوركت توزز، بنسميه سنسوري ديبريفيشن امبليوبيا، صح؟ زي بالظبط اللي بيجي له اميتروبيك امبليوبيا، ما بقولوش وانا مش ملبسه نظاره، والاستجماتيك ما بقولوش وانا مش ملبسه نظاره. طب عملت له نظاره او ليزك او كونتاكت لانس، خلاص هو دلوقتي بقى اميتروب، بس عايزه انايزوميتروبيك امبليوبيا. يعني الشخص اللي عنده ماينس 10 وحط اي سي ال وعنده ديب امبليوبيا اسمه ايه؟ اسمه انايزوميتروبيك امبليوبيا. فالانايزوميتروبيا او الاسم اللي بيتحط قبلها از ريفيرنج تو ذا كوز اوف امبليوبيا. فهنحط هنا بقى في الوينج ده حاجه مهمه جدا، ونسميها ذا كوز اوف امبليوبيا. فاكتور كبير جدا ومش هيشتركوا فيه مع بعض. يعني ما تقوليش ان الامبليوبيك زي الانايزوميتروبيك زي السنسوري زي السترابيزميك، مش كده؟ فدي بقت اول حاجه في الاسباب اللي هتقول الفاكتورز افكتنج امبليوبيا. يعني ما تجيش تستسهل وتقول واحد عنده اربع سنين بيشوف 6 12 بيست كوركت تعمل له ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده. هنتكلم على الهيستوري شويه. اتنين، لازم تكلمني على الاونست، واديكم امثله. فكروا كده في واحد اتنين جالهم سنسوري ديبريفيشن امبليوبيا، اتنين او تعالى نقول شويه ناس جالهم سنسوري ديبريفيشن امبليوبيا. واحد اتولد كونجنتال كاتركت، اتعمل له عمليه وهو عنده سنتين، حط عرس وطلع ماسك كالكوليتد، ما لبسش نظاره، ما حدش عمل له باتشنج، جالك وهو عنده 18 سنه بيقول لك انا عندي امبليوبيك وبتشوف هاند موفمنت، تقول له ايه؟ ولا اعرف. طب نجرب، نجربش. طب اسافر، طب اعمل ليزر، طب اعمل يورانيوم، طب اعمل مفيش. واحد تاني اتولد عنده كونجنتال كاتركت، عمل العمليه وهو عنده 3 شهور او شهرين، وبدا يتحط العرسه في الوقت المناسب ويلبس النضاره ويعمل باتشنج ويتابع، ممكن يوصل 6 6 جدا. فعيات الاطفال عندنا كتير عندهم كونجنتال كاتركت عندهم 6 6 فيجن، صح كده؟ يبقى انت الاونست بتاعت الباثولوجي والتايمنج اوف انترفنشن، وده حاجه مهمه، واسمحوا لي اكتب تحت التايمنج دي كلمه كمان افشنسي، لان في اطفال بيضيعوا في المرحله دي. يعني حط العرس عمل له الكاتركت ونسي يعمل له انتيور فيتراكتومي فجاله بي سي او فسابه بالبي سي او وما عملوش، قام جاي بعد 3 سنين يعمل له تاني. انت بتضيع وقت قد ايه؟ طب والوقت ده كريتيكال ولا مش كريتيكال؟ يبقى السبب الاونست بتاعت المشكله، التايمنج اوف انترفنشن، واخيرا الفاينل فيجوال اوتكم. واحد جاي دلوقتي بيتعالج من امبليوبيا وبيشوف 6 12 مش زي واحد بيشوف هاند موفمنت، فرق قوي. الفاكتور الاخير بقى وهو شائك جدا جدا،
اللي هو persistent pathology، واحده من الجري زونز العنيفه جدا. افترضوا كده واحد عنده prematurity، اتولد بار او بي وجاله ديتاتشمنت ودخل عمل فيتريكتومي، وبعد الفيتريكتومي حطوا له جاز ولا سيليكون ولا حطوا له اي حاجه واتحلت المشكله وشالوا التامبونات، ودلوقتي بقت ريتن اون والفوفيال ريفلكس فل وعنده بور فيجن، ايه ده؟ امبليوبيا عشان لونج تيرم افكتس اللي حاطط باتش وعامل بتاعه والار او بي والديتاتشمنت، ولا الريتنا الديتاتشد اللي رجعت دي لوس اوف فانكشن؟ معرفش، حتى فيها جراي زون. الناس اللي عندهم هاي مايوبيا وفيهم شويه كور ريتنال جينيريشنز وماكيولار ار بي اي تشينجز، وحتى كده شكلها ما كانتش سي ان دي وبقت سي ان دي، ولا حتى بارافوفيا مش عارف مين، ايه اخباره؟ الناس اللي عندها توكسوبلازما سكار كونجنيتال، الناس اللي عندها مايلينيتد نير فايبر لاير بنشوفها كتير وتلاقيها نايزومتروبيك وامبليوبيك مش كده؟ الناس اللي معاها كمان اورجانيك باثولوجي شود بي تيكن ان كونسيدريشن. يبقى احنا دلوقتي واحنا بنعالج امبليوبيا انا مش حاطط بس في بالي قصه الفرق بين العينتين وبعض وخلاص، لازم اعرف تاخده عن الامبليوبيا من العيانين اللي لازم تقعد تتكلم معاه كتير، تعرف الهيستوري بتاعه بشكل ديتيلد جدا، اللي هو جالك ميه بيضاء امتى، عملت العمليه امتى، عملت الحول امتى، عملت باتشنج قبل كده ولا لا، وده اخر فاكتور مهم جدا اللي هو previous treatment. الكلام ده اتلقى انه ليه، اتعمل استرز على الكلام ده محترمه جدا جدا ومنشوره بشكل رائع، ولقوا ان لو واحد مثلا عنده انايسومتروبيا، يعني افترض واحد عنده العين دي بلان والعين دي بلس 7 خلاص، وبيلبس نظاره طول عمره، ولما لبس النظاره طول عمره عمر ما حد قال له اعمل باتشنج، وجاي لي النهارده 6/6/66 وسنه 9 10 سنين، اعمل له باتشنج ولا ما اعملوش؟ اعمل له باتشنج. ليه؟ لانه ما جربش. ده ما اسموش ابسوليوت امبليوبيا، ده واحد عمره ما اتعرض على باتشنج، لقوا ان النتائج في دول الناس اللي ما عملوش عمرهم امبليوبيا ثيرابي، ما عندوش هيستوري اوف فيلير اوف امبليوبيا ثيرابي ويعملها دلوقتي هيفلح وهيتحسن جدا. فتاني لازم اسال الاهل، انتوا عملتوا الباتشنج بانتظام ولا لا؟ كنتوا بتتابعوا؟ وقفتوا بعد قد ايه؟ عشان اخر حاجه مهمه جدا اسمها ويننج. كلمه ويننج دي جايه من فين؟ جايه من حاجه اسمها بوست تريتمنت ريلابس، واحد يوصل مني 6/6 وبعد ما اوقف يرجع تاني، موجود جدا. خلاص؟ طيب نبدا على الاسباب. احنا اتفقنا انايسومتروبيك امبليوبيا، طبعا احسن علاج للامبليوبيا انها ما تحصلش، ان انا اعمل بروفيلاكسيس اجينست امبليوبيا، يعني بدل ما اولع النار واشوف اطفيها ازاي ما تولعهاش، الفتنة نائمه. فاول حاجه ان انا ادور على نشوف الانايسومتروبيك امبليوبيا، احسن حل البسه نظاره بدري عشان يبقى ريندرد امتروب، فبالتالي ديفلوب كويس. هقول كلمه واحده بس على الانايسومتروبيك امبليوبيا او كلمتين، يعني هستأذنكم في كلمتين مش كلمه واحده. اولهم هفكركم بنظريه الفرق بين العينتين والانايسومتروبيا، فاكرينهم؟ قلناهم مره زمان بس هقولهم تاني. لو بتكلم على الانايسومتروبيا وحطيت لكم مره زمان في محاضره النظارات مثلا نظاره، واحد عنده ماينس 9 0 0 والعين دي ماينس 1، لو جالك كارت نظاره زي ده تقول عليه ايه؟ تقول عليه يا دكتور انت يعني النضاره دي تتعمل ولا ما تتعملش؟ لو بتاع النضارات دخلك قال لك في دكتور حسب ايه؟ 5 سنين تديله النضاره، تقولي له النضاره دي اعملها ولا ما تعملهاش؟ ليه؟ مع الانايزومتروبيا الفظيعه دي لحد كام؟ لحد كام؟ يا ادبت لحد كام فرق؟ ايه رايك؟ معرفش، هو ده دي كلمه السر، سببها ايه؟ هي دي الانايزومتروبيا معناها فرق الريفراكشن بين العينتين، لكن الانايزوكونيا از ريليتد تو ايه؟ لنوع الايرور. يعني لو انا واحد هاي مايوب عشان عندي هاي اكزيال لينف، فانا عندي نوع من المايوبيا اسمها اكزيال مايوبيا، والاكزيال مايوبيا مفيش معاها انايزوكونيا. كلمه اهي
الانايزومتروبيا مفيش معاها انايزوكونيا لو كانت اكزيما. خلاص ليه ده مهم؟ عشان الصوره بتتكون في مكان ورا شويه، ففرق الامج ده بيتعوض. واللي مش مصدقني، اي حد عنده بروجيكتور في عيادته، البروجيكتور العادي اللي هو بتاع النظارات ده، ادخل عياده طولها 3 متر من هنا لهنا 3 متر، وهات البروجيكتور الكرسي اهو والعيان اهو والبروجيكتور هنا عليه حرف السي، العلامه اللي مفتوحه يمين دي، خلاص. وبص على وقف حضرتك جنب الحيطه هنا وشوف حجم السي دي عامله ازاي، ايه اخبارها، ليها حجم ما، قيسه بالمسطره، يعني هات مسطره كده وقيس الطول ده قد ايه والعرض ده قد ايه. خلاص، ثاني يوم صاحب العياده دي انباع البروجيكتور لواحد تاني زيكم كده رؤوس اموال مستبده، فعنده عياده كبيره جدا 6 متر، خد نفس البروجيكتور. هو بس السؤال، هو ليه واحد عنده عياده كبيره وجاب بروجيكتور مستعمل؟ ما اعرفش، بس هو فادي الشخص ده قاعد هنا والبروجيكتور محطوط اهو، حرف السي ده هنا هيبقى اكبر من ده ولا اصغر؟ اكبر بكتير. تفوكس تلاقيه عامل كده بكتير، مش كده؟ ده ضعف المقاس ده. طب انت حضرتك العيان اللي قاعد هنا لما بيشوف العلامه دي بتقول عليه بيشوف كام؟ 0.05 زي العيال الصغيره، مش كده؟ طب لما شافها زيها، هو شافها ليه نفس خد ليه نفس الرقم؟ ليه خد نفس الرانكينج؟ عشان هو قاعد ابعد، هو مش قاعد جنب الحيطه. الصوره عبال ما وصلت له 6 متر بقت في نفس المقاس اللي وصلت له الصوره اللي 3 متر. الاكزيال لينث ديفرنس بين العيادتين عوض الحجم ده. فانت في الحقيقه قاعد في النقطه اللي الصوره فيها فوكس. فانت لما حضرتك بتلبس النضاره على الانتير فوكال بوينت بتاعتنا، على الباك فيرتكس ديستنس المطلوبه، يبقى انا لابس ماينس 1، الصوره هتيجي على فين؟ على الفوفيا. طب ولما البس ماينس 15 هترجع ورا 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 على الفوفيا برضه، بس الحته اللي رجعتها دي ما عادش فيها انايزوكونيا. فالاكزيال لينث ديفرنس ما بيعملش فرق في الحجم الصوره. وسؤال كنت بسالكم دايما، هو الانايزوكونيا بتتحسب بايه؟ ايه وحده قياس الانايزوكونيا؟ ليه؟ اليونت بالكيلو ولا بالجرام ولا بالدولار ولا بالايه؟ بالريال دكتورة. ها بالايه يا دكتورة مروة؟ بالسحتوت. مش بالدايوبتر. اتس برسنتج، ملهاش يونت. انايزوكونيا هو فرق الصورة دي من دي، الصورة دي نص دي، ربع دي، تلت دي، ايه الفرق بينهم؟ ما بنقولش. فبالتالي وحدة القياس بالدايوبتر غلط. يقول لك مفيش انايزوكونيا اكتر من 4 دايوبتر، غلط الكلام ده، مفيش حاجه اسمها كده. هو المسافه من هنا لاسكندريه ساعتين ولا 200 كيلو؟ 200 كيلو. طب هو قريه كذا في الساحه مارينا ابعد من اسكندريه 70 كيلو، مش كده؟ فلما اقول لك ان انا هطلع من عند البوابات لحد اسكندريه هسوق 180 كيلو لاسكندريه و70 تاني لحد مارينا، ما تقوليش ده من مارينا لاسكندريه نص ساعه. طب افرض انا ماشي بسرعه 40، افرض خدت ريست، افرض ان انا مشيت بسرعه 300 في الساعه، الوحده هنا وحده مسافه ابسولوت، لكن اقدر اقول ان المسافه من اسكندريه لمارينا تلت المسافه من القاهره لاسكندريه، فبقت النسبه بينهم كده. ترجمها بقى زي ما ترجمها. طب سؤال تاني، الناس اللي عندها اندكس اميتروبيا، يعني واحد عنده هاي مايوبيا عشان عنده نيوكلير كاتركت، مش كده؟ الفوبيا بتاعته فين؟ في مكانها. هو ده اللي بيجيله انايزوكونيا. فلو جاله اكزيال لينث ديفرنس بيجيله انايزوكونيا. فالنظارات اللي بتتلبس بفرق في النمر، يعني النظاره دي ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط. تطلع صح لو كان المايوبيا فرق دي انايزومتروبيك اكزيال ديفرنس، او تعمل انايزوكونيا لو ما كانش اكزيال، مش كده؟ واحد عنده كيراتوكونس، واحد عنده نيوكلير كاتركت، واحد عنده كورنيال سكارينج، مش كده؟ كل دول اسمهم ايه؟ اندكس.
ومثل دايما بحب اقول، هفترض واحد عنده يونيلاترال سودوفيكيا، واحد جاي لك عامل كاتاراكت سيرجري وعنده سودوفيكيا في ناحيه واحده بس، طلع في الاخر عنده العين السودوفيكيك، اميتروب زيرو زيرو، مفيش اكسس دي رايت اللي فيها. طب والعين الثانيه ماينس 7 زيرو زيرو، تبص عليه مايوبك فاندس مش كده؟ البسه النضاره دي ولا لا؟ البسها له طبعا لان المايوبيا دي اكزيال. طب اخوه بقى جاله كاتركت برضه يونيلاترال، اما حطيت له عرس ميس كالكوليتد اتعمل له رونج كالكوليشن الاي او ال، فطلعت العين اليمين اللي ما فيهاش كاتركت طالعه زيرو زيرو مفيش اكسس، والعين السودوفيكيك المره دي بقى هي طلعت ماينس 7 زيرو زيرو عشان دي ميسكالكوليتد اي او ال. يلبس نظاره؟ لا، ما يلبسش نظاره، يعمل اي او ال اكستشينج او ليزك او بيجي باك او اي بال ازرق، بس ما يعملش نظاره. ليه ما يعملش نظاره؟ عشان الفرق هنا ما يتلبسوش نظاره، هيعمل له انايزوكونيا. خلاص؟ اثنين، الانايزوكونيا مرحله متقدمه من الاحساس، يعني الانايزوكونيا عشان تحصل وتعمل لي مشكله باينوكلر لازم اصلا يكون عندي باينوكلر. كتير بتشوفوها واحد عامل كاتاركت ومسك الكوليتد اي او ال وعنده اندكس مايوبيا، عين ماينس 10 والعين الثانيه امتروب، لابس النضاره ما عندوش ديبلوبيا ولا حاجه. ليه؟ تقول لي ايه شفت بقى ما عندوش ديبلوبيا رغم ان هو اصلا اندكس والفرق بينهم 11. قستوا الفيجن في العين دي هاند موفمنت او 61 او كاونتنج فينجرز، طب ما مش شايف، انت مش مستني منه يابريشيت اللي مش موجود عشان ده عنده العلاقه ماتت، التجاهل دام بسبب حاجات تانية، فما عادش عنده باينوكلر، فما عادش فيه اصلا حاجه تعمل له اندكشن اوف الخلافات الصغيره اللي انت بتتكلم عليها بتاعت انايزوكونيا والكلام ده. متفقين؟ رقم ثلاثه، انا اتفقت على نقطتين وسرحت بس مش مهم. رقم ثلاثه، ال نصيحه بقى براكتيكال جدا، لما تقفش عيالنا المره الاولى بانايزومتروبيك امبليوبيا وتطلع شاطر وتفتكر تلبسه النضاره الصح في الوقت الصح وتظبطها له على كده، ما تبدالوش امبليوبيا ثيرابي من الاول. بمعنى واحد جاي لي النهارده للمره الاولى سنه 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين، قمت انا اكتشفت ان العين اليمين دي ماينس 5 ماينس 1 اكسس 180 والليفت دي ماينس ربع مفيش سيلندر، انايزومتروبيا ولا مش انايزومتروبيا؟ انايزومتروبيا. خلاص؟ طب عامله امبليوبيا؟ اه دي بتكوريكت الاخر 0.2 ودي بتشوف اصلا 1. خلاص؟ لقوا في الاستادز ان تقريبا من 27 ل 28% من الانايزومتروبيك امبليوبيا بيرسبوند للتريتمنت بس بالريفراكتيف كوركشن حتى من غير باتش. فالعيان ده هديله نضارته ومش هقول له اعمل امبليوبيا ثيرابي ولا باتشنج ولا بتاع، وتعالى لي بعد 3 ل 6 شهور عشان نشوف الفيجن بقى عامل ازاي عشان نقرر هنبدا باتشنج ولا لا. تقريبا ربع الحالات او اكتر من ربع شويه داخلين على التلت اهو بيتحسنوا من غير باتشنج ريجاردس العمر. خلاص؟ فما تاخدش القرار بتاع الباتشنج من اول زياره. رقم اثنين وحاجه خدوها بالسنس كده، هو الولد ده فكروا فيه شويه، هو كان عايش حياته بيشتكي من ايه؟ ما بيشتكيش، ما هو عايش حياته بدي، يعني بيروح بدي الحضانه وبيركب المراجيح وبيختار المنيو بتاعت الالعاب وكل حاجه بيعملها بالعين الثانيه، هو مش حاسس بدي اصلا. جيت النهارده لبسته نظاره فور سام ريزون انت مش فاهمه، وهو مش فاهم، وهو مش عارف بيلبس نظاره ليه، ما هو شايف. وكتير من الامهات بيرزست لبس النظاره هنا، يعني تيجي تقول له بص، يقول لك لا ده الواد بيجيب راس الدبوسه المفتوحه هو اللي بيضم لي الابره. ما هو بيضمها بعين واحده. طب والثانيه؟ فانت ملبسه نظاره لسبب مش مفهوم بالنسبه له. فما تزودش همه بانك بتقول له هنحط نظاره وباتشنج. لانك بتطلب منه طلبين هو اصلا مش محتاج
لا ده ولا ده، يعني الدكتور الاوفر ده رحت له سليم عندي عماص، وعلى فكره دول بيجوا غالبا عندهم ام بي سي ولا كورنيال ابريجن ولا اي بتاع، وانت تكتشف بالصدفه. رحت له عيني معمصه، اما لبسني نظاره وقال لي باتشنج وتابع كل 3 شهور وفتح لنفسه كده لقمه عيش كل شهر واروح ادي له فلوس وبتاع. فدي حاجه، دي حاجه لازم 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 نحترمها في الاول. خدوا الاول على النظاره وشوفوا له النظر بيها تاني مره، وخد القرار المره اللي بعدها هتعمل امبليوبيا ثيرابي ولا لا. رقم 3 وده مهم، لما يجي لك في الفولو اب عيان شبه ده، رقم 9 بقى 3 فين؟ لما يجي لك عيان زي ده في البوست فيزيت، كلمه عكس اللي مكتوب في بعض الكتب، ابدا اسسمنت اوف فيجن بالعين دي مش دي، ابدا بالعين السليمه ايا كانت يمين او شمال. تقول لي انا ما اتعود اليمين الاول، خلاص يعني بالراحه يا حاج صل على النبي، انا بعمل باليمين الاول. لا معلش، ابدا المره دي بالعين الساوند اي. ليه ابدا بالساوند اي؟ عندي سببين مهمين جدا اقوى من بعض. السبب الاولاني ان هو الطفل لو زنقته في الاول في العلامات اللي هو مش شايفها كويس، انت مش عارف هو زهقان منك ولا مش طايقك ولا هو هيياس من اول سؤال. وبعدين خلي بالكم في اطفال لما يشوفش علامه معينه خلاص هو مش هيكمل، هو مش خارج، مش لاعب معاك اللعبه دي. في تريكتين. التريكه الاولى اساله في العلامات الكبيره السهله في الاول، ونطط علامتين ورا بعض حتى مش لازم علامه علامه. الحاجه الثانيه انفخ فيه، امدحه جدا لما يشوف العلامه البوينت او 5 دي، يقول له انت رائع، ده انت ما حصلتش، ده في 3 بس في كوكب الارض اللي شافوا العلامه دي. ليه؟ هو هيبقى واثق في نفسه وحابب يبسطك اكتر. الحاجه الثانيه انت ضمنت ان هو شايف، لان ساعات انت بتعامله الارقام 1 2 3 وهو ما يعرفش، بتوري له صور هو مش عارف اساميها. وبلاش تدقق قوي على لغته، يعني انت جايب له صور، جبت له قطه قال لك بس ما تصغرش دماغ بس بس هر كتكوت، قال لك اي حاجه انت بس اتفقوا على كوت تقولوا مع بعض. انت عندك صوره كلب في البتاع، هو قال لك حصان، ماشيه حصان، يعني بلاش جامعات الرفق بالحيوان تتدخل في مش مهم. فخد اللغه بتاعته. السبب الثاني اللي بيخلينا اقيس العين دي الاول ليه، انا كتير قوي يبقى انا كاتب في الفايل بتاعي في الريبورت ان العيان ده بيشوف بالعين دي 0.2، ثاني مره هبص الاقيه بيشوف 0.6، عمر انا فرحان جدا، ده انا في منتهى السعاده، هنسى اقيس العين الثانيه. طب وانا ماشي على امبليوبيا ثيرابي بقى ولا مش ماشي؟ انت ممكن تكون دي بتديتيريوريت وانت مش واخد بالك، فابدا بدي، ضمنت ان هو هيبقى متشجع، نفخت فيه، هو بقى عنده موتيف، هيفضل يبذل الغالي والنفيس عشان يشوف معاك اقصى اصغر العلامات الناحيه الثانيه، وفي نفس الوقت حميت نفسك ان انت تنسى العين الثانيه. ساعات تتلهي، الكلام ده بيحصل في اعداد كتير جدا. يخش العيان يشوف 0.2 وانت داخل مش مأمل قوي انه يشوف، فيشوف 0.6 تقوم ملفوت لاهله، الف الف مبروك اسمه الشربات، الواد بقى بيشوف 0.6 وتنسى خالص العين الثانيه اللي ممكن تكون، وتمشيه وانت ما قستش الفيجن في العين الثانيه. وكمان ممكن تكون بالديفلوب ايرور وانت مش واخد بالك. كم مره يبدا عيان ماينس 10 ماينس 1 ينتهي الحال ان العين الماينس 10 بال 13 والثاني بال 8 4، بيستل فيها ايرور وبيديتيريوريت وانت مش واخد بالك، انت مركز بس مع عين واحده. اكمل بالنضاره، اكمل بالنضاره طول ما هو ماشي حلو سيبيه لوحده، احنا بنتدخل بس نزق لما يقف. تمام. ممكن جدا طبعا. طول ما هو مكمل سيبيه لوحده، وطول ما سنه صغير برضه خلي بالك، احنا على حسب الوقت، يعني احنا عندنا سنتين 3 4 5 لا الوقت يسمح بالكلام ده، او ببدا من الاول خالص مع واحد عنده 11 12 سنه لا ممكن ابقى انهاري شويه. فدي قصه الانايسومتروبيك امبليوبيا. اوحش نوع في انواع الامبليوبيا الريفراكتيف ايرورز هي الميريدونال امبليوبيا بلا منازع، هي اسوأ نوع امبليوبيا لان هو ما عندوش حته يظبط عليها، يعني هو بيظبط على ميريديان زي كونودو في شتورم كده، فالتاني يبوظ فيظبط على ده فبيموت واحد ويشغل التاني، فما عندوش امبليوبيا عنيفه بالمعنى المفهوم، ولكن عنده سيلكتيف شيب اوف امبليوبيا، يعني فهو قافل على ميريديان معين وده صعب قوي. فدي قصه الانايسومتروبيك امبليوبيا. نيجي للنوع التاني
اللي هو السنسور ديبريفيشن امبليوبيا. سنسور ديبريفيشن امبليوبيا تاني هرجع افرق انا الاونست لازم 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 تاخدوا التفاصيل دي. يعني ما ينفعش تبدا تعالج امبليوبيا سنسور ديبريفيشن وانت مش عارف التفاصيل دي. اونست اوف باثولوجي. الحاجه الثانيه تايمينج اند افشنسي اوف تريتمنت. ثلاثه الاسوسيشنز. هعرف من الثلاثه دول از ادفانس اور نوت الديزيرف تريتمنت ولا لا. هيقفل عليهم تاني في الاخر الكلمه اللي قلتها لكم هنا اللي هي اسمها الفاينل فيجوال اوت كم. بعد كل الهيستوري ده يعني سواء مشرف او غير مشرف انا وصلت هنا الفيجن اوت كم عدل ينفع اكمل وراه ولا مفيش فيجن اوت كم عدل اكمل وراه. خلاص. طيب زمان كانوا يجوا على النوع العنيف ده لانه ده عنيف جدا النوع ده السنسور ديبريفيشن امبليوبيا يعملوا له الطريقه بتاعه حاجه اسمها فول تايم باتشنج. يعني ايه فول تايم باتشنج؟ بغطي طول الاسبوع ست ايام واجي اليوم الاخير اقوم قبل مغطي العين الامبليوبيك واسيب الثانيه. اتبطل الكلام ده وبطل من زمان من زمان جدا لان بقينا ناخد شر ما ناخدش خير. لو قلنا في الاستادز ان العلاقه ما بين الفول تايم باتشنج والناس اللي بتعمل بارت تايم باتشنج الاوت كم بتاعنا واحد في الاخر. رقم اثنين الانسيدنس اوف ريفرسد امبليوبيا فيه عاليه جدا. فانا بدات اثر على العين الثانيه من غير ما اخد فايده زياده على البارت تايم باتشنج او بارت تايم اوكلوجن اللي هو البي تي او. تمام؟ طيب ايه البي تي او ده؟ ان احنا بنعمل اوكلوجن من ساعتين لسته في اليوم. خلاص؟ في السيستم بتاع البارت تايم اوكلوجن احنا اخرنا ست ساعات. مفيش نورموجرام واضح هتلاقوه في حته. عشان بس نبقى حبايب كده ما حدش يقول لي بقى بص لا مفيش ثلاث ساعات ثلاث ساعات ونص. انت بقى ساعتين ونص وخمسه. طب انت لا ادفع كشف زياده بره ولا ساعتين كفايه واظبطك. مفيش كده. خلاص؟ مهم قوي تبقوا فاهمين ان احنا بنضرب الخلاط ده في بعضه ونقسمها هي دي دنس امبليوبيا ولا مودريت امبليوبيا ولا مايلد امبليوبيا. بغطي على ساعه ساعتين ثلاثه. مفيش حد عنده ستريكت نورموجرام يقول لك ده يساوي كذا وده يساوي كذا وده يساوي كذا. خلاص؟ لكن هنا عايز اقول كلمتين ان الديب دنس امبليوبيا ابدا بست ساعات على طول. الست ساعات مسموح ان انا اعمل فيهم سبليت شيفت. يعني ممكن اعملهم ثلاثه وثلاثه. الساعتين لا خلينا هما ستريت كده وساعتين ورا بعض. الحته دي بعيدا عن كتب الطب لازم نبذل جهد رهيب مع الاهل اولا نفهمهم احنا بنعمل ايه. لازم تشرحوا لهم فائده الامبليوبيا لان هو بالنسبه له انت حطيت له لزقه وتتساوى اللزقه بتاعه الامبليوبيا مع بلاستر الجروح. هو بالنسبه له انت حطيت له حته تكت. فلازم تفهم احنا بنعمل ايه في الوقت ده. الحاجه الثانيه قلناها زمان في البيشنت اديوكيشن انت لازم تفهمه ان هو هيرزيست. وانا بقول لهم كده واحد عمل حادثه ورجله اتكسرت واتجبس وبعد ما اتجبس جه يقوم بدا يعرج ومش قادر يقوم برجليه. فانت عشان انت دكتور شاطر رحت وديته للدكتور علاج طبيعي. هل متوقع مع اول جلسه يقوم يجري؟ لا. هل متوقع لما تقول له امشي مش هيتكعبل ويقع ويزك برجله تاني؟ لا طبعا هياخد وقت لحد ما يترين هيمسلف. ما هو لو كان سليم كنا بنعمله له علاج طبيعي اصلا. نفس الكلام مع بدايه الباتشنج هو طول الوقت متضايق وطول الوقت بيرزست وطول الوقت بيتخانق معاك ومش عايز يعمل كده. خلاص؟ ففهموهم بس يعني البيشنت اديوكيشن في الحته دي مهم جدا. خلاص؟ في بدايات الامبليوبيا ثيرابي ونهايات الامبليوبيا ثيرابي لازم تعمل كلوزر فيزيت. يعني لو اجيب عيان كل ست شهور في المعتاد لا انا بجيب عيان اللي انا ببتدي له امبليوبيا ثيرابي بدري اما ان انا عايز اخف من عليه الساعات انا مش عايز اعذبه او ان انا ازود الساعات شويه او اعرف اصلا احنا مكملين ولا مش مكملين. ولكن لازم كل مره تتاكد من الكومبلاينس اوف بيشنتس اند بيرنتس للامبليوبيا ثيرابي لان ممكن تشخصه ان هو فيلير اوف تريتمنت وهو في الاخر ما بيعملوش. هم بيعملوه اثنين وخميس. هم سلو عيلتهم بيعملوا الباتشنج يومين في الاسبوع. طب بقيه الايام لا احنا ما فيش. خلاص؟ احنا عندنا سلو عيلتنا المغازيه احنا ما بنعملش الباتشنج غير مره في الاسبوع. هو كل عيله ليها سلوها كده. فلازم تتاكد ان هم اصلا compliant to treatment. خلاص؟
فدي واحده. الواحده الثانيه، مع كل فيزيت لازم تعرف احنا بنتحرك ولا لا، عشان تعرف هتابورت ولا لا، لان انا برضو حتى مش مكتوب فيها كلام واضح في الليتريتشر قوي when to abort amblyopia therapy in spite of compliance. واحد كومبلانت كل مره. اغلب الحاجات واللي انا شخصيا فولوينج، انا بديله 3 فيزيتس بينهم كل واحده وثاني 3 شهور، لو مش بيتحرك خالص توقف. يعني هو جاي بوينت 1 غطي 6 ساعات، بيغطي 6 ساعات 3 شهور وجاي بوينت 1، طب كمل تاني 6 ساعات، ثالث 6 ساعات، وصلنا 9 شهور سنه بنعمل كده خلاص. لقد اسمعت ان ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نار نفخت بها اضاءت ولات انت، لكن انت تنفخ في الرمادي. انت عمال تنفخ في عين مش بتريسبوند، مش عافيه يعني، مش باقي من الزمن 3 سنين بعذبك فيهم، انت بتكمل لحد بتاكد ان انت يوفيل، بس كل مره اتاكد ان هم مش بيكذبوا خلاص. ده مهم الكلام ده، وقول لهم كده. الحته الاخيره دي فرقه معايا جدا، لان كم العيانين اللي بيتعالجوا باسوسيشنز وهم ما عندهمش امبليوبيا، هم عندهم اورجانيك ليجن، كتير جدا. والعكس، الناس اللي بياخدوا قرار اعدام انت مش هينفعك امبليوبيا ثيرابي وهو عنده احتمال يتحسن، كتير قوي. تعالوا نفصل. كتير مننا مع صعوبه فحص الاطفال، واشوف الفندس ساعات بن اوفر لوك علامات، يعني طفل احنا نبص على الانتيور سيجمنت والبيبولونيوم سلام، نبص على الفندس واحنا عافقين العيل كده وخانقينه وعاملينه في وضع تصغير البطه اللي بنعمله ده، نيجي نبص عليه نلاقيه نورمال ديسك امشي. يكبر شويه ويطلع كوبرتيف وهو بقاله سنتين بيعمل امبليوبيا ثيرابي ومغلب اهله وبيريزست تبص تلاقي عنده ماكلر سكار قد كده، تلاقي عنده اوبتيك نيرف بيت قد كده، تلاقي عنده بابيلو ماكلر باندل اتروفي قد كده، تلاقي عنده مصيبه ثانيه اورجانيك وانت ما تعرفش او انت ما شفتهاش او ما خدتش هيستوري كويس ان الشخص ده كان عنده ريتاتشمنت وري اتاتشد، والنورمال فاندس دي ما هي الا واجهه لشبكيه ما عادتش شغاله صح. فالاسوسيشنز هنا بقت باك فاير، ان انا بعالج حاجه ميت مش هتحسن. والعكس، ساعات مننا نلاقي سطل فاندس فايندنج ناخد عليها قرار انت مش نافع لك عليه، اشهرهم المايلينيت نير فايبر، وتانيهم المايوبيك تشينجز. تلاقي واحد عنده حته مايوبيك كوريوريتال جنريشن كده بعيد عن الماكيولا او جنب الماكيولا وسايب الفوفيا، مين قال لك ان ما ينفعش؟ ما هو الشبكيه شغاله. عندك دليل؟ عندي ان الناس بيشوفوا 6/6 بوجود العلامات دي. كان زمان يقولوا لنا في الكلاسيك تيتشنج لما تلاقي واحد عنده مايلينيتد نير فايبر لاير ما تبدالوش اصلا امبليوبيا ثيرابي، ما تعملوش باتشنج من بابه. ليه ما عملوش باتشنج من بابه؟ لان هو عنده مايلينيت نير فايبر. لحد مره وانا بفحص في العياده جالي عيان كده وسالت نفسي السؤال ده، كم واحد فينا شاف عيان عنده مايلينيت نير فايبر وهو بيشوف 6/6 ومحدش قال له؟ طب ليه ما عندوش امبليوبيا؟ طب مين قال ان الشخص الثاني ده ابو مايلينيت نير فايبر مش ممكن يكون عنده فانكشنال امبليوبيا والاورجانيك ليجن اللي عنده ده كده وكده؟ صح ولا غلط؟ فهنا لازم لو انت مش عارف تفرق ترجع للمحاضره اللي قبل اللي فاتت، الكتروفيسيولوجي هيجاوبك على السؤال ده جدا. وابعت تاني للمره ال 500، ابعته لحد بيفهم قولوا له انا بدور انا اللي عندي ده فانكشنال ولا اورجانيك ليجن، هيعملوا الاثنين مع بعض الكتروفيسيولوجي اي ار جي وبي بي، ويعرف يطلع لك الكلام ده ويعرف يجي لك اجابه واضحه وصريحه، هو ده توتالي فانكشنال ولا توتالي اورجانيك ولا بارشال اورجانيك اند كان بي كوركت. ساعات بيحصل تلاقي واحد عنده مايلينيت نير فايبر لاير عنده شويه اورجانيك افكشن، لكن لو عملت له باتشنج شويه هيتحسن، هيطلع من بوينت 1 لبوينت 5 ويقف على كده. طب ما ده مش وحش، ده انت نقلته من 6/60 ل 6/12، ده الفرق ده محترم جدا. فعشان كده لو اختلط نفس الكلام اللي بقوله على الار او بي، الار او بي واحد من الناس اللي عمل عمليه بتراكتومي سكسسفول سيرجري بقى اناتوميكالي كويس بس الفيجن بور، مش كده؟ طب عرفته ازاي؟ عرفته ان انا واحد عنده بور فيكسيشن ولا بور فيجن، لو انا عارف اقيسه، ولا عنده يونيلاترال استرابيزمس بسبب الكلام ده،
طب روح للالكتروفيسيولوجي تعرف اصلا تبدا ولا ما تبداش، لان لو هو اورجانيك حرام تعذب الناس في البهدله دي كلها وهو مش محتاجها. طب ولو هو محتاج حرام عليك تضيع عليه الفرصه. فعشان كده يبقى لازم عندك سوليد رول اوف دايجنوزس قبل ما تعمل القرار، عالج ولا مش عالج. متفقين؟ طيب كل ده كان بيلف في فلك مين؟ الاوكلوجن. خلاص، وتتعدد الاسباب ونعمل كل الشقلبات اللي بتتكلم على الامبليوبيا النهارده، ويبقى الاوكلوجن هو السلاح السحري في علاج الامبليوبيا، الا انه السلاح الاصعب. صعب جدا، حد فيكم كده يجرب لاي سبب يقفل عينيه ساعتين في اليوم؟ احساس شديد الازعاج، حاجه تقرف يعني. طب عيل بقى كمان وعيل مغمي له عين اللي بيعتمد عليها وكشف له العين اللي بيشوف وبتعمل كده فيه ليه؟ يعني انتم متخيلين الازمه اللي هو فيها؟ يعني انا راجل فكر معايا بالعقل يا استاذ، اقعد كده اعمل حوار تخيلي بينك وبين العيل. انا شهدك، انا عندي عينتين، عين بتشوف حلو وعين بتشوف وحش. خلاص؟ الدكتور وبابا الله ينتقم منهم. كل يوم يقفلوا لي العين اللي بشوف بيها ساعتين، ولو ما عملتش بيقولوا لي ان احنا هنطفي في جسمك سجاير ونخلع ضوافرك ونجري وراك كلاب بالليل. وانا بعيط وانا طفل محترم. يرجع حضرتك كده يا استاذ، حطوا نفسكم مكانه. فالموضوع صعب. طب لو انت عملت كده وانت عندك مبررك اما يكبر هتفهمه. طب لو عملت كده وهو الولد ده مش نافع يبقى هو عنده حق. خلاص؟ فلو سمحتوا الكلمه دي ما تتعداش، كلمه الاسوسيشنز دي ما تتعداش. يعني قبل ما تاخد القرار خد بالك قوي، لان ممكن يكون عنده حاجات كتير وانت بتعالجه بالك سنه واثنين ويروح طبعا بيسيبك ويروح لدكتور تاني يقول له لا معلش انت كنت غلط ساعتين خليهم ثلاثه. يروح للي بعده يقول لا ثلاثه قليل خليهم سته. واحد يقول له لا مين الحمار قال لك سته خليهم اثنين تاني. وتقعدوا تلعبوا كده وهو الواد عنده اوبتيك اتروفي او ماكرو سكور واحنا بنعالج في ميت. فافتكروا دايما لقد اسمعت ان اديت حيوان. طيب الاوكلوجن وهو الحل السحري وهو الحل الاصعب. ليه بدايل؟ طبعا البديل الثاني اللي كلكم عارفينه بس انتوا عارفين حته منه ومش عارفين الباقي. حاجه اسمها ايه بقى؟ بينالايزيشن. يعني ايه بينالتي؟ كلمة بينالتي يعني ايه؟ عقاب. بتعاقب مين بقى؟ طيب كلمة بينالايزيشن معناها ان انا بغلوش على العين التانية، بعاقب العين اللي افترت وتوحشت. عارفين لما تلاقي واحد كده غلبان يقول لك هم الاغنياء ولاد الحراميه ولاد هي كده بقى، احنا بنعاقبها بقى. هي فيها نظريه اشتراكيه شيوعيه شويه بس احنا مش مشكله. احنا بنروح للعين الاقوى ونخليها ريتاردد شويه. بدل الاوكلوجن اللي هو الطفل بيرزيست وبيشيل الباتش وبيشيل اللزق، احنا هنعمل له حاجه ما يقدرش يقاومها اللي هي البينالايزيشن. طب ايه الهدف؟ في تريكات صغيره قوي في البينالايزيشن لانه علاج يعني رهيب، ولكن في شويه تريكس صغيره قوي. اولها كلمه بينالايزيشن ارتبطت في اذهاننا كلنا بمين؟ بالاتروبين. وده اختصار واجتزاء للبينالايزيشن لانه في حاجات اكتر من كده شويه. لازم نفهم نيتشر اوف لايف بتاعه الطفل اللي انا بعمل له امبليوبيا ثيرابي، عشان احنا عندنا ثلاث انواع من البينالايزيشن. النوع الاول هو بينالايزيشن فور نير، والثاني اسمه بينالايزيشن اوف فور، والثالث للبوث نير اند فور. هو ده اللي احنا عارفينه. خلاص؟ وساعات يطلع اختيار في منتهى الفشل، وساعات يطلع اختيار في منتهى النجاح. فكروا معايا، واحد عنده امبليوبيا فور whichever reason، جاي بعد سودوفيكيا، بعد انايسوميتروبيا، بعد اي حاجه، فعينه اليمين دي بتشوف وليكن 1.60 خليها 3.60، والعين الثانيه بتشوف 6.6. خلاص، قمت انت قررت تعمل له اتروبين، قمت حاطط له على دي اتروبين،
خلاص. عندي هنا ملاحظتين مهمين جدا. الولد ده اللي بيشوف 6 6 وامتروب او لابس نظاره الامتروبيا بتاعته بيشوف فور كام؟ 6 6 ابو فورنير بيشوف وحش. وحش كام ما اعرفش بس وحش مش كده؟ بس مهما كانت الوحشه دي عمرها ما هتوصل لدي. نعم؟ اللي بيشوف ايه؟ فورنير؟ مفيش اكوموديشن؟ مش مصدقاني؟ هاتي نظاره بلس 3 واقري بيها هتشوفي. مش كده؟ ايه؟ طب احط لك اتروبي. لا 3 هتشوفي نير طبعا. حتى لو عندك 10 سنين. هتريحي الاكوموديشن؟ هتشوفي قريب طبعا طبعا. هتبقي نير سايتد بس شايف هنزيف فور. فالشخص اللي لابس اللي حاطط اتروبين عينه فورفار شايف 6 6 لكن فورنير مفيش اكوموديشن. روحي لاي حد بريسبايوب مش بعيد قوي عن السامعين. يعني روحي لاي حد بريسبايوب بس عنده 65 70 سنه وام تروب كان لواء طيار محارب ودي له حاجه قريب مش شايف. انت لما بتحطش ده الاتروبين بيبقى كده. لكن هذا الشخص فورفار بيشوف 1.2. فاللي انا بحط له اتروبين انا بعمل له فيزاليزيشن فورنير. طب لو انت عملت الكلام ده لطفل عمره سنه خلص الدكتوراه الحمد لله وما بيلعبش سودوكو وما بيقراش فايلات بي دي اف يعني اللي عنده سنه ده خلاص ما عندوش حاجه نير يعملها واخره قاعد قدام التلفزيون بيريل ويتفرج على الكرتون فهو شغل طول الوقت مين؟ الفار. يعني العين الاتروبيلايز دي ايه؟ فله. طب والنير؟ طز في الدكتور والاتروبين والمجتمع كله. انا شايف حلو انا شايف فورفار والكرتون وتوم اند جيري بقى اوضح والله بقى خلاص بيبر حلوه كده. فده بالنسبه لي بقى عامل ازاي؟ انت بتديله ولا حاجه. الحاجه الثانيه هيقرا يا عم. هو الطفل اللي عنده سنه ده قرر ياخد دكتوراه تاني فهيجي يبص في النير هيلاقي ال 63 دي اوحش طبعا مهما كانت دي وحشه. العين دي فيها ديب امبليوبيا فانت بتعمل له الاختيار الخاطئ لسببين ان هو ما عندوش اصلا نير وثانيا لان الجاب ما بين الاثنين كبيره قوي عمرك ما هتقفلها بالاتروبين ده لازم باتش لازم دي تبقى ابسوليوتلي اوكلودد صح لان دي ضعيفه جدا. طب ينفع ابدا بباتشنج واكمل اتروبين؟ ينفع لو عرفت توصل دي 6 24 6 18 ساعتها اه حط اتروبين هنا مفيش مشكله. ويبقى هو كبر شويه وعنده نير فتبدا تضايقه. طب اقول له انا هديك ده وهديك الموبايل 3 ساعات في اليوم. حلوه دي. مش كل الناس بيقول لك لو الموبايل وهنعمل فيك ونسوي فيك. انا بقى اقول لك خد الموبايل 4 ساعات في اليوم. انت بتجبره يبص نير من غير دي بس هو هيطلع مايوب. يعني اوعى تعمل له كده هو ماينس 3 هيقلع النضاره ويطلع لك لسان. هو دي في الاخر هو هيعمل كده. فعشان كده البيناليزيشن فور نير بالاتروبين لازم تختار العيان كويس ان هو عنده اصلا النيتشر اوف لايف بتاعته فيها نير. لما تعمل دي لواحد عنده الجاب صغيره زي ما اتفقنا واحد بيشوف 6 24 والعين الثانيه بتشوف 6 6 خلاص وهو طالب من المكافحين في الجبهه في رابعه ابتدائي اللي هم عندهم المناهج اللي بيذاكر طول الوقت. طب انت بتعمل له دي انت فعلا بتعمل له ترو بيناليزيشن فهو الساعتين ولا الثلاثه اللي بيذاكرهم هو فعلا على فيناليزيشن وده عنده احتمال كبير يتحسن. طب والطفل الصغير؟ طب يا عم لو الجاب صغير لو هو الطفل الصغير ده بيشوف 6 24 وهو ما عندوش نير ينفع اعمل له حاجه فيناليزيشن فور فار نفس اللي انا عملته للدكتور نانسي هحط له اوفر بلس بالظبط فوجنج 3 كانت بي اوفر كام هديله 3 فور 4 هو شايف بيها النير فله مش كده؟ يعني لما احط له البلس 3 اللي احنا ممكن اي حد فينا يلبسها يشوف بيها النير كويس هو بالنسبه له بلس 3 فور نير حلوه برضه ده جميله خالص ده بتكبر وبتخلي بالعكس بتعمل صوره حلوه لكن فور 4 ايه ده؟ ما هي طبعا بس احسن من الكروج
يعني ارحم. وفي نفس الوقت هو الفرق هنا صغير، هو ماشي حاجه ايه كل طبعا طبعا اه طبعا. ما انا جاي لك في الكلام بقى عشان ما يتضايقش، نعمل ايه؟ فدي من الحاجات اللي احنا بنعملها تاني، ان انا اعمل له فيناليزيشن فور فور. فالفيناليزيشن مش بس اتروبين، ممكن اكون اتروبين وممكن اكون اوفر بلس ايجن فانكشن. صح. طيب واحد بقى كده وكده، طفل كبير شويه بيلعب بالموبايل حبه، بيشوف الكرتون شويه، ما عندوش مانع يشوفه على التابلت او على التليفون او على اللابتوب او على التلفزيون، هو تمام. فده ساعات ببقى عايز اعمل له فيناليزيشن للاثنين نير اند فار. نعمل له ايه بقى؟ ايه؟ لا ما احنا في البنزيشن دلوقتي مش باتش. حد عنده اقتراحات؟ اللهم صل على النبي، كنت مستنيكي، انا قاعد مستني. طب هم انصح؟ طب هم سكتوا؟ لا، البسه نظاره واحط له باتشنج واحط له بلس 3 والبسه واحط له اتروبين، دي انا عملت له ايه؟ فكري كده. فار؟ ما هو مش عارف النير. انا عملت له النير، اديته الاتروبين، شال الاكوموديشن واديته 3، صالحته بالاكوموديشن، فالنير بتاعه شغال. فانا عملت له كده بينالايزيشن فور فار. لا انا عايز حاجه تغلوش على الاثنين. هاخد فورم حاجه سمعتوا عنها او لا ما اعرفش، انا اللي غلطان اللي ما سمعتوش عنها عشان هي كانت المفروض تتقال مع البيوبل. حاجه اسمها نيوترال دنسيتي فلترز. يعني ايه نيوترال دنسيتي فلترز؟ قال لك مش انت عايز تعمل فوجنج؟ اه بسيطه يا سيدي، هات العدسات بتاعت النضاره دي وهات واحده من هنا خليها فوجي شويه. والفوج النيوترال دنسيتي فلترز دي عدسات بتتحط بارقام 1 2 3 4 5 6، لا ارقام بالدرجه، درجه مفيمه قد ايه، انا عامل الفيمي بتاعها اسود قوي ولا دارك ولا حاجه زي كده، عشان يبقى شايف منها برضو كان انا ببص من ستاره. في ستاره مشمع شفافه يا دوب بس عامله لاستر، وفي ستاره اللي هي سي ثرو المخرمه دي الشبيكه والحاجات دي، وفي حاجات اللي هي بلاك اوت. فانا بغمق الستاره على حسب الدرجه كده. انا عملت له بينالايزيشن، هو شايف منها مش زي الاوكلوجن، ولكن عملت بينالايزيشن فور نير اند فور. ليه بقى ما قلتهالكوش في البيوبل؟ فرصه نقولها دلوقتي. النيوترال دنسيتي فلترز دي من الحاجات اللي بنستخدمها في البيوبل اسسمنت جدا. انا هطلع من الموضوع خالص بتاع الامبليوبيا معلش، بس عشان جت سيرتها. لما كنا بنقول زمان الريلاتيف افند افكت، قلنا لو واحد عنده العين دي كده فيها بيوبل والعين دي كده فيها بيوبل، جيت بعمل سوينج فلاش لايت لقيت دي بيحصل لها دايلاتيشن، عشان هي بتنقل جزء من الضوء اللي داخل لها، مش كده؟ يعني انا حطيت هنا نظريا 100 وحده اضاءه، قامت عامله 100 وحده كونستريكشن هنا، وعملت هنا 100 وحده كونستريكشن، قمت حاطط هم ال 100 وحده اضاءه على دي، قامت عامله 50 بس كونستريكشن هنا وهنا. فبقت بالنسبه لي لما بسوينج بتوسع من الوضع ابو 100 للوضع ابو 50. النيوترال دنسيتي فلترز من الحاجات اللي بحطها قدام العين السليمه عشان اقلل الاضاءه اللي داخله لها، لحد ما اوصل ان انا ما عادش عندي ريلاتيف افند افكت، يعني عايزهم الاثنين يدخل لهم 50% بس من الاضاءه. فبنعمل ايه؟ بنحط مثلا الفلتر الدنسست اكتر واحد عنيف فيهم هنا، لقيته هو ده اللي بيعمل، يبقى هي دنس للدرجه دي. لكن لو انا جبت مثلا الفلتر الخفيف الاولاني حطيته هنا وعملت، لا لسه فيه ريلاتيف افند افكت، جبت اللات لسه فيه، جبت الثالث وقفت، جبت الرابع بقت ريفرسد، بقت دي اللي فيها ريلاتيف افند افكت. خلاص يبقى انا عرفت تاني ان هي كان رقم 3. الزياره الجايه لو انا بديله تريتمنت في اوبتيك نيورايتس ولا حاجه ممكن عادي تيست تاني. خلاص ده بس عابرا كده، دي كانت فكره النيوترال دنسيتي فلترز. فالبينالايزيشن ممكن استخدم فيه النيوترال دنسيتي فلترز عشان تعمل فوجنج للصوره بتاعت العين الساوند، فاعرف اوصل لمرحله ان انا بقيت شايف بالاثنين بالامبليوبيك اي احسن منها شويه. والجريدنج بتاع العدسات دي بستخدمه على حسب الدنس امبليوبيا في الناحيه الثانيه، هو الهدف مني ان انا بقلل الفيجن في العين دي بحيث ان الثانيه تبقى اجمل. موجوده ايه؟ كانوا زمان ايام العز بتوع النضارات بيعملوها، لانها بلوت اون زي الفرينل بريزم، ايام ما كان في فرينل بريزم. بيجيبوها، وكان في كمان
طلع حاجات احسن منها من نيوترال دنس فلترز، طلع كودز من ايام ما كان في كودك، وكانت بتعمل افلام الكاميرات والعدسات والكلام ده، كانوا بيعملوا عدسات بفلاتر معينه بتمنع انواع سلكتيف من الضوء، فتعملي نوع من الفلتريشن لويفز معينه بتشغل امبليوبيا. ما عادش موجود، ما عادش مع الحاجات اللي انا بحكيها دي دلوقتي، ما عادش موجود حاليا. محتاجه اوبتيشن لو اللي بيسافر بره او عنده في بعض البلاد اللي فيهم اوبتومتريست شوب بيعملوا اماكن قليله بتعملها، اماكن قليله قوي اللي بتعرف تعملها. اشهرهم طبعا طبعا واحد من شيخ الاوبتيشنز المصريين، فؤاد صبحي، ده في وسط البلد شارع الجمهوريه. ده بتطلبي منه الكلام ده، هو بيعمل لبن العصفور، فرين البريزم طبعا طبعا. يعني انا ما اعرفهمش شخصيا، انا اعرف طبعا ناس ريليتد، لكن مش في كل الاماكن، كتير مش عارفينه. وبيعمل فرين البريزم بيتعامل بس مش دايما موجود مع الصياد وكده، هم ما عندوش انترست بيه. هم دلوقتي يعني مش كتير قوي من الدكاتره اصلا عارفه، ومش كتير من الناس بتوصفه، فهم ما عندوش قوي كوميرشلي افيلبل. الفريم بتاعك بتاع النضاره، انت عندك الفلترز موجوده في الصندوق، ممكن تقللي بيه الباور بتاعت الثانيه وتقولي له اديني الفلتر رقم كذا، بيعرفوا يعملوا. ده الدايكوبتيك تريتمنت، ده مش بس في الاتحاد السوفيتي، ده موجود في اماكن كتير جدا من اول الناس اللي عملوها الفرنساويين. وكان في واحد سنتر مشهور جدا زمان في ليون بتاع حد واحده اسمها ايجونيه، وكان في سنتر تاني مكان من بتوع ليا في فنلندا، واماكن في المانيا. السويد فيها ناس بيشتغلوا الحاجات دي جدا جدا، بيعملوا جلسات. هقولها لكم دلوقتي، هقول لكم قصه الدايكوبتيك سيميشن ده. فالفكره كلها في كلاسيك تريتمنت اوف امبليوبيا، احنا بنتكلم في السلاحين الاكبر، البينالايزيشن والباتشنج، مش كده؟ طيب ايه الجديد بقى وايه القديم اللي بقى جديد؟ يعني في حاجات في اللي الدكتور محمد بيقوله ده حاجات صح جدا، ما عادتش قوي انترستد، وفي حاجات بروميسنج جدا جايه يعني ايامها جايه، وحاجات هتحصل لسه ما اتوجدتش في السوق المصري، ولكن ايامها جايه بشده وبقوه، والحاجات بتاعه الاي اي داخله فيها جدا. يعني بوتل مره في اليوم، ممكن دي مره في اليوم او يوم ويوم حتى. بعدين في اتروبين في السوق، خليها زي يعني انت وقفت على نيوترال فلتر، هو في اتروبين. المهم، وعلى فكره اتروبين ناقص من بلاد كتير مش بس مصر، ناقص جدا. وكان زمان حتى الهند بتعمل اتروبين اوينتمنت، ما عادتش كمان. يعني انا سالت عليه في الهند، شخص ما عادش موجود قوي. برضو احد الاسباب الكوميرشال، لان الاتروبين من الحاجات اللي يعني فرصه اقولها لكم، الاتروبين من الحاجات الرخيصه، فما بيخشوا لائحه التسعير بتاعه الادويه، تكاليف الباكينج بتاعتها وان انت تبيعه وتسوق له والكلام ده اكتر بكتير من الثمن اللي جواه، فما بياخدش سعر غالي. فالشركات ما بتلاقيش فاينانشال انترست ان كومباريزون. طبعا انه بيجيب شويه ميه ساقعه ويحط عليهم هيالورونيك اسيد، يطلع في الاخر ارتفيشال تير، يبيعها ب 300 و400 و500. لو مصور انا مره في واشنطن، الشانون اللي عليه انواع قطرات معينه بتاعت اللوبريكيشن 30 و40 و50 و60 دولار العلبه، يعني فبارقام كتيره. لا انت واخد بالك من الرقم؟ 50 دولار. فالمهم يعني 300 جنيه دول حضرتك ده 50 دولار ايه؟ المهم يعني ما علينا، امشي يا عفريت، امشي يا عفريت، امشي يا عفريت، انا ماليش دعوه. هم اللي بيقولوا. الفكره كلها ان احنا هنا لما بنعمل الباتشنج او البينالايزيشن، احنا ده جولدن ستاندرد. تاني
في القديم والحديث مفيش حاجه عرفت توصل، او كل الكلام دلوقتي حتى هتلاقوا في الليترتشر دايما تعرفين ان في سقف. يعني واحد عايز يتعلم الاخراج هيقول لك انا فاكر نفسك يوسف شاهين مش كده، واحد عايز يبقى جراح فاكر نفسك مجدي يعقوب مش كده، كل واحد كده ليه سقف. فالحاجات اللي بتقارن الامبليوبيا ثيرابي كل البيبرز هتلاقيه بيكتبوا في الاخر ايه ان كومباريزون تو باتشنج، فهو السقف ده هو احسن حاجه. عيبه في الابليكابيليتي بتاعته ان احنا في استخدامه ومع الخناقات في عائلات انا مش بهزر والله، في امهات بتطلق في القصه دي ان انت ما بتعملوش الباتشنج، لا بعمل له، لا انت اللي عملت، لا انت كنت بتبص على بنت الجيران، والموضوع بيدخل في حاجات كده مش لطيفه. ففي الاخر هو في بيوت بتتخرب بسبب الباتشنج، فالموضوع صعب جدا في الابلكيشن بتاعه. رغم ان احنا بنقوله كده وغطوا ست ساعات وبنقعد وكلنا بنعمل وما تغطوش ليه واسمعوا الكلام وانتوا وانتوا وانتوا، لكن الموضوع حقيقي صعب جدا. طبعا في افكار كتير. احد الافكار الحلوه قوي اللي لقيتها شفتها في المانيا اللي عاملها شركات الباتشز، بيبيعوا طبعا الباتش اللي ملونه دي اللي عليها صور، وبيعملوا القدام اللي زي حالاتي حفتك، او لا مش مفيش حد قديم زي حالاتي، بس يعني الناس القديمه هيبقوا فاكرين الالبوم بتاع بيمبم. كان في زمان شركه اسمها بيمبم، عارفينها بيمبم دي، كانوا بيبيعوا البوم. الالبوم ده بتجيبه فاضي زي بتوع اللعيبه بتوع الكوره كده خلاص، بس بتوع لعيبه الكوره بتلاقوا مثلا بتوع الام بي اي ولا بتوع كاس العالم ولا بتوع الكلام ده عاملين 1 2 3 4. بيمبم كان زمان بيعملوا شكل حاجه، يعني شكل عربيه، شكل عجله، شكل جادون، كل الناس ده وضع الجادون. فالعجله دي بتتكون بالستيكرز جوه كل البانه ولا بسكوته بتطلع الستيكر تلزقه لحد ما تكون شكل. فعملوا كده في المانيا، بيعملوا حاجه لطيفه جدا ان هم بيجيبوا باتشز تكون صوره في الاخر، حاجه بقى بنتن، حاجه مش عارف، الحاجات اللي هي الشخصيات الكرتون المشهوره في بوستر، بيبيعوا بوستر مع العلبه، يعني بيدوا له علبه الباتشز، البوستر كده. ده شركات كتير مش واحده، بيدوا له بوستر يعلقوه في اوضه الطفل خلاص، وهو كل الفراغات دي كل ما يفتح باتش يحطها على عينه، يخلص الساعتين يلزقها هنا، وبعدين ياخد الثانيه يلزقها هنا، كل ما يفكها من عينه يلزقها هنا لحد ما يكون الشكل، يروح الشركه يعملوا ديسكاونت في العلبه الثانيه. هي غاليه جدا، يعني العلبه دي مش عارف كانت ب 100 يورو او حاجه كده يعني، ممكن ايه. فكره لطيفه جدا، وبيدوا له بونص وهدايا زي انتوا عارفين الافكار بتاعه محلات الاكل، لما يقول لك الهابي ميل دي عليها وطلع في الاخر حته بتاع بلاستيك، يعني هو في الاخر الفكره هايفه، بس هو حاسس انه خد الجايزه. فهم بيعملوا كده، بيدوا له البوستر ده وشكلهم حلو قوي قوي. لا اللي بيحطها على النطاق فيها كلام ان هو بيعرف يتشيت، يبص من تحتها، هو بيعرف يخلفها. طيب ايه الجديد بقى في الحاجات الامبليوبيا ثيرابي؟ طبعا من القديم اللي ما عادش بيستخدم لانه محتاج سنترز، وان كان محتاج اعاده اكتشاف، اللي الدكتور محمد بيقول عليه حاجه اسمها دايكوبتيك ستيميوليشن. دايكوبتيك ستيميوليشن مش بينفع بس في الامبليوبيا ثيرابي، دايكوبتيك ستيميوليشن اتوصف مع الامبليوبيا ثيرابي، اتوصف مع الباينوكولار تريننج. يعني ايه؟ هو الدايكوبتيك ستيميوليشن فكرته ببساطه، عارفين فيلم ولاد العم لما كان بيقولوا له احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنوصل بدل ما نكهرب الشخص اللي بنعذبه بنحط البتاع يوصل لكهرباء في المخ وهو قاعد شكله عادي. هو ده بيحصل كده، احنا بنكهرب الفوبيا بصوره احنا اللي عايزينها تتكون، فبنحط الاستيميوليشن ده ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ونعمله يوني اوكلر. لما كنت بحكي لكم فكره الماكسويليان سبوت بتاعت الفوكال اي ار جي، ان انا بدخل اركز على الفوبيا بحاجه واقعد اعمل فريكوينت ستيميوليشن، انا بعمل هنا مش بس ستيميوليشن، انا بعمل حاجه اسمها هنا ايه بقى؟ ده اسمه مهم هنا. احنا عندنا حاجه اسمها ريتينال سميشن، وريتينال سميشن نوعين، حاجه اسمها تمبورال سميشن وحاجه اسمها سبيشال سميشن. وقلت لكم فكرتها ان التمبورال از ريليتد تو تايم، ان انا بقعد انور 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 انور. لو جبت فلاش قدام حد مننا وقعدت اعمل له كده بنفس الانتنسي بعد شويه هيشوفه اجمد، كان النور عالي. ليه؟ لانه بيعمل سميشن لنفس النقطه، كاني بجيب دبوس وبشكشك بنفس الفريكوانسي، بعد شويه هتبقى بتوجع اكتر لان هو بوجع نفس النقطه تاني. السبيشال سميشن از ريليتد تو سبيس،
عشان تحفظوها بس ماشيه مع السبيس اكتر. انا ماشي كده فبعمل شيب. فهنا احنا بنعتمد على التمبرال سميشن. التمبرال سميشن ان انا ادخل بصوره معينه داخله بتتسلط على الفوفيا بالجهاز اللي الدكتور محمد بيقول عليه كده كاني بصور بالعرسه 90 او بداخل بالاو سي تي، وباخد اعمل فريكوينت استيميوليشن عشان افضل اوصل الصوره كتير 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 يوم يوصل لصوره عاليه قوي. خلاص الصوره العاليه دي هي اللي بتخليني في الاخر يجيني مع الوقت استيميوليشن لناحيه واحده، فرايح اخد جلسات امبليوبيا ثيرابي. الابليكابيلتي بتاعتها في توافر الكلام ده مع الناس اللي بتعرف تعمله، مع الناس تروح تدفع فلوس وتقعد زيارات، طبعا مش الكومبلانس بتاعه صعب، خاصه انك بتقارنه بتقول له ان احنا هنعمل الباتش ببلاش في البيت، فهو هيقول لك هعملها وما بيعملش لا دي ولا دي في الاخر. طب الجديد بقى بداوا يتكلموا دلوقتي على الحاجات، قال لك بس هم العيال كلهم ازمتهم ايه؟ عايزين يمسكوا الموبايل ويلعبوا، حطوا لهم في الموبايل. طلع كوهورت اوف جيمز اللي بتستخدم يعني بتستخدم نظارات معينه. النظارات دي فكرتها ببساطه شديده جدا، عارفين في الطيارات الجديده بتلاقوا ساعات الشباك كده، وبدل ما بتنزل الستاره بتاعت شباك الطياره وتنزلها، بقى في ديجيتال سكرين ديمر، انك عايز تحط الفلتر 1 2 3 4 5 خلاص. نفس فكره الازاز كاني مفيم عربيه، بس الفرق ان انا ما بشوفش من ناحيتين. يعني لو الازاز اللي معمول له ديمنج بتاع العربيات بيبقى معمول عشان وانا جوه اشوف، اللي بره ما يشوفنيش، لكن ده بتاع الطيران لا النور بيدخل ولا انت شايف بره، تمام؟ فهو بيعمل كده. بيعملها ازاي؟ اوتوماتيد. بيخلي الطفل منهمك في اللعبه زي ما انت بتتفرج على اليوتيوب على فيلم، وعند اللقطه اللي خلاص هيقول لها ان هو اللي كان سارق الذهب بتاع امه وسرق بيه، يوم قطع جايب لك اعلان، فانت ويجيب لك اعلان نان سكيبل مش عارف تعديه، عشان ايه؟ عشان تتفرج اجباري. هو بيعمل لك كده، بيجي في اللقطه بتاعه اللعبه اللي انت هتقع يقوم عامل لك ديمنج لعلم العينتين. هو مظبوط في تايمنج البدايه، فيبدا يعمل لك ديمنج كل شويه وما يطولش. فالجيم ده مثلا هياخد نص ساعه، هياخد ساعه، هو بيعمل لك في النص ساعه دي 10 20 مره. استادس كتير طلعت على اللعب دي لقت ان هي از افكتيف از باتشنج، فانواع معينه من لاس دانس امبليوبيا. هقول لكم نقطة ضعف صغيرة كمان شوية، بس هو دي من أحد الأفكار العظيمة. ألعاب تانية بتشتغل على نوع على الليس دانس أمبليوبيا، إنه بيعتمد طول الوقت إن أنا لازم أشوف باينوكلر بالنظارات بتاعة الـ VR. أنتوا عارفين أي حد بيدخل فيلم 3D لو جه في النص قلع النظارة هيعمل إيه؟ هيتضايق لأنه شايف صورتين ملعبكين كده وداخلين في بعض، فهو الطفل بيبقى عامل كده. لو هو بعين واحدة مش هتبسط، فهو طول الوقت مجبر حتى هو فاتح عينين الاثنين يشغل العينتين مع بعض. بمين؟ بالباينوكولاريتي. فهو بقى مضطر يعمل باينوكولاريتي، وبدأوا يقارنوا. طبعا الكلام ده كله لسه يعني الكوميرشال افيلابل فورم منه مش كتير قوي، بعض طلعته الريسيرش اللي معمول عليه مش طويل قوي للدرجة دي، ولكن بيتعمل عليه حاجات كويسة، واعتقد انه قريب قوي هيكون الكلام ده افيلابل وبأسعار عادية مقبولة يعني. خلاص فده الكلام الجديد اللي بيتقال في الابيلوبيا دلوقتي، اما ان انا اعمل بارتشر فوجنج وبيقارنوه بالناس اللي بتعمل ستريكت كومبلاينس للامبيلوبيا ثيرابي، وبيقارنوا بالحاجات اللي تنفع تبقى ابلايد. فدي من الحاجات الجديده المهمه في الامبيلوبيا ثيرابي، ولكن اعتقد لسه محتاجه وقت لحد ما تبقى موجوده عند مع بتوع الاستيكرات. هذا كلام شرحه يطول. الفكره بتاعه الكونتاكت لينس يوز عامه في الاطفال محتاجه كالتشرال ايديوكيشن عنيف جدا. في معظم بلاد اوروبا بينفع. ليه؟ الهيوميديتي والتمبريتشر والهيجين عندهم احسن شويه من ناحيتنا. عندنا هنا في منطقه الشرق عامه، مش بس في البلاد العربيه ولا في الميدل ايست، منطقه الشرق عامه مع الجو الحر والبوليوشن العالي والكومبلاينس للهايجين الحلو قوي في الاطفال. يعني انا مطلع قش لب من عين عيال قبل كونتاكت لينس مين. يعني انت بتطلعي والله ما بهزر، ورجل نمل، يعني نمله جريت جابها جاب قطع رجلها جوه، ده موجود.
فاحنا الكلام ده مع كونتاكت لينس اللي انت بتشوفي فيه البناتك اللي هم في الجامعه كم مره بيجي لك واحده بكونيال ابسس وكونيال ابريجن والكلام ده عشان هي لابسه العرسه على السلم ولا حطت الكحل فوق العرسه ودخل ما اعرفش، فهتعرضي تفصل الكلام ده وان هو هيكومبلين متاخر مع الريدنس مع الباد هايجين، لا مش لا انصح بالكونتاكت لينس في الاطفال ابدا بصراحه. فبس فالامبليوبيا ثيرابي مش موضوع مقفول، هو موضوع مفتح على كل حاجه. اللي انا قلته النهارده هو بس الفريم، يعني هو الفريم، لكن كل حاله في الاخر بيبقى ليها تفاصيلها. تمام؟ كل اربعه ان شاء الله. بيقفل لي بقى وانا اقول لك انا كده. بصي كلمه بس مهمه هقولها في الاخر، بعد ما توصل للي انت عايزه في التريتمنت اوف امبليوبيا نيفر ستوب ابرابتلي. اعمل حسابك ان في ويننج، لان لاقي نسبه مش عارف تختلف من ليترشر ثانيه بس اللي هو مش عارف 9% ولا كام حاجه كده، ان هي بيحصل ريلابس افتر ريتشنج ذا اند بوينت. خلاص انا وصلت بقيت 6-6، عشان كده عيان الامبليوبيا ابدا اعمل له جراديوال ستوبج وباتشنج او امبليوبيا ثيرابي. يعني مثلا بتغطي له ساعتين في اليوم بانتظام وصل 6-6، بلاش تخليهم النهارده فجاه بطل. اعمل مرتين في الاسبوع، اعمل يوم ويوم، خليهم ساعه شويه. وافضل تابعه كلوسر، يعني انت كنت بتتابعه كل 6 شهور لحد ما وصل 6-6 تابعه كل شهرين. وابدا كل مره نزل لحد ما تتاكد، وبعد ما توقف هاته تاني بسرعه. عشان لو حصل ريلابس اتاكد قوي ان هو مش بيرجع تاني. فبعد ما وقف الامبليوبيا ثيرابي ما تنساش ارجع تاني تتابعه كلوزر وطول الوقت، وابعد تاني المسافات بعدين، لكن خلي المسافات قريبه قوي من بعض لحد ما توصل للاند بوينت بتاعتك ان هو خلاص وصل للامبليوبيا اند اتس مينتيند. خلاص برجع من تاني حسب هو رجع بسرعه قد ايه. لا ممكن ما تاني اتس فاكتور. سن 9 سنين مش رقم، مش نازل في كتاب سماوي. الفرق في الاخر احنا بدانا الباثولوجي امتى، جربنا قبل كده ولا لا، كان سكسسفول تريتمنت ولا لا، هو في ريلابس ولا في ريكرنس، هو سبب الامبليوبيا ايه، هو الميديكال هيستوري بتاعه تريتد في الوقت المناسب وريهابليتد في الوقت المناسب وابتدى في الوقت المناسب ولا لا. اوكي 15 سنه وما خدش امبليوبيا تريتمنت. خلينا اسالك عنها، هفترض انه اوحش نوع امبليوبيا سنسوري ديبريفيشن امبليوبيا مش كده؟ طب هو مولود بالكونجنتال كاترت ولا جاله تروماتيك كاترت عن سن 3 4 سنين؟ لا انا بجيب لك من الاخر اوحش نوع امبليوبيا. بس افترضي كده ان هو جاله سنسوري ديبريفيشن وهو عنده سن 3 4 سنين، ده معناه ايه؟ ده معناه انه قعد يعمل جود ابريشيشن اوف باينوكولار فيجن 4 سنين من عمره، ده رقم كبير جدا. طب ما عملش عمره امبليوبيا ثيرابي والنهارده 15، اعمل له طبعا. ليه؟ لان هو عنده الهيستوري بتاعه سمعته حلوه. يعني التاريخ بتاعه سمعته كويسه انه كان بادي الباثولوجي متاخر وعمل الكاتركت في وقته. يعني جاله كاتركت تروماتيك كاتركت عنده 4 سنين، راح عمله النهارده او بكره او بعد اسبوع او بعد 6 شهور. خلاص؟ فهو خد الشوت داون ده قد ايه؟ 6 شهور بس. ينفع يرجع؟ طبعا ينفع يرجع. عكس الكلام ده، واحد ما خدش تريتمنت طول عمره. جاله كونجنتال كاتركت الوحش قوي ده وعمله العمليه وعنده 6 سنين. خلاص؟ هتعالجيه وهو دلوقتي 15؟ لا طبعا ولا حاجه جنبه. مثلا شباب بتبقى مثلا 20 وعندها مثلا فرق في طبعا طبعا. لان اولا هنا اولا الكواليتي اوف فيجن وانت حاطه الحاجه على العين نفسها دي احسن. يعني ما حدش ينكر انه لو هو بس افرضي كده واحد عنده كل الايرور اللي عنده سفيريكال لابس كونتاكت لانس، لا طبعا احسن. الحاجه الثانيه في سامسور، انت حاطه له عرسه هنا فين مكان العرسه؟ يعني قدام العرسه، قدام النضاره ولا وراها؟ وراها ناحيه عيننا. فالصوره دي قالت البيت ماجنيفايد، يعني عكس ما الناس بتقول.
النظاره بتصغر وتكبر وتعمل الكلام ده، لا هي العدسه بتاعت الكونتاكت لينس والليزك هي نظريا شويه ماجنيفايد، فهو شايف بيها اكبر فتشوف احسن. احد الكونسبتس الغلط ان المايوب نير سايتد والهايبر متروب فار سايتد، يعني يجي لك واحد يقول لك اصل بيقرب من الحاجات يبقى قصر نظر، بيبعد عن الحاجات طول نظر، غلط. في هايبر متروبس نير سايتد، وفي واحد نير سايتد عشان الامبليوبيا، وفي واحد نير سايتد عشان هو عنده البينيزم وفوفال هيبوبليزيا. طب ايه النير سايتدنس ده؟ بكبر الايمج هتشوفوه في ناس واحد بالسبايوب واحد 50 سنه خلاص، فضل يبعد الصوره عشان يشوف يشغل اكوموديشن على الحته دي مش شايف، فيبعد مش شايف، ما عادش كده شايف، يعمل ايه؟ يقرب. طب اما بيقرب بيأكوموديت؟ لا مش عارف يأكوموديت لا كده ولا كده، بس بقت الصوره بالنسبه له اكبر. فالماجنيفيكيشن اللي اسمه ايه بقى؟ انجلر ماجنيفيكيشن اللي بيحصل له في الحته دي بيكون اكبر. مش كده؟ المثل اللي كانوا بيقولوه زمان بتوع الفسيولوجي، هات كوين وحطها قدام القمر، هتغطي القمر، ده يمكن تطلع الكوين اكبر من القمر. ليه؟ لان الانجلر ماجنيفيكيشن في الحته دي بتاعتها اكبر بكتير. فانا شايف تفاصيل اكتر. فالشخص اللي بتقولي عليه اللي هو لابس كونتاكت لينس هو ليتل بيت شايف الصوره شويه ماجنيفايد، لان العدسه ما عدتش على الباك فيرتكس ديستنس، ده العدسه بقت على الكونتاكت لينس على الكورنيا مش كده، او الليزر بيتحسن طبعا. كمان مش هتتصرف على النظاره في الكاونسلنج صح، موافقك مليون في المية، موافقك في مليون في المية. لا مش موافق، مش موافق لسببين. السبب الاولاني ان انا النضارة والكونتاكت لينس حاجات تمبرري، تتغير النهاردة ارميها له بكرة مش كده؟ هتقولي لا انا بعمل له دي عشان يعرف يلبس نضارة مش عشان يتخلص عن النضارة. هقول لك هو اللي جالك وهو عنده 35 سنه او 30 سنه وعملت له بنتا كام لقيت الثيكنس بتاعه صغير، او لقيت الباك التوبوجرافي بتاعه مش كويس، باك اليفيشن بتاعه عالي مش كده؟ هو ده ديفلوبد الباك اليفيشن ده النهارده ولا هو عنده 15 سنه؟ لا ده ولا ده، ده في مرحله كده ممكن تبقى عند 18 19 20 او مرحله ما مختلفه مش كده؟ لما تلاقي الكلام ده بيحصل في السن ده اعرفي ان انت الوضع اللي انت بتعملي فيه الريفراكتيف سيرجري ده مش بيرمنت. وبالتالي اللي جاله كيراتوكونس كتير قوي بيجي لهم كيراتوكونك تشينجز للمره الاولى في حياتهم على 22 23، يبقى انت بتعمل از فورم اوف روست. طب ولو انت عامله له ليزك بس الف مبروك. طب اللي صبرك عليه كل ال 15 سنه دول خلاص فرقت معاك الثلاث سنين دول، طب ما تسيبيه الثلاث سنين دول صح؟ بايه بقى؟ بنضاره وكونتاكت لينز، ما ال 15 سنه ده مش معترض انه يلبس كونتاكت لينز. بس. طيب حاجه ثانيه، في بعض الدكاتره يعني لما بتبقى ايرورز كبيره مثلا زي ماينس 12 ماينس 20 فاين ولاين الثاني بي جو فور اي او ال اكس. موافق. موافق وبشده. موافق لسببين. السبب الاولاني ان ذيس بيشنت از نوت ا كانديد فور ليزك اصلا. عمره ما هيجي عليه اليوم اللي ينفع يتصلح بليزك. هو كلام ان لو واحد عنده انايزومتروبيا اعلى من ماينس 12 هل ده في يوم من الايام ممكن يطلع عليه شمس نقول له انت بقيت تنفع ليزك؟ الاجابه لا صريحه هي مش كده؟ حتى لو الكورنيال ثيكنس بتاعه 700 مايكرو صح الكلام؟ رقم اثنين يو ديدنت انترفير وذ ذا جروينج كورنيا، انت بتتعاملي مع حاجه جوه العين ملهاش دعوه بالكورنيا. رقم ثلاثه وده الاهم ان وان كان العيان ده مش هيجيله انايزوكونيا ولكن هو برون لنوع تاني من الابريشنز اعنف بكتير وهو البريزماتيك افكت والاوردر ابريشنز اللي ريليتد للهاي مايوبيا للنضاره، فهو الكواليتي فيجن بتاعته وحشه مش عشان الانايزوكونيا بالظبط، مش بيشوف 6 6 و6 12 ومش انايزوكونيا، هو مش عارف يعيش لان هو الطبيعي بتاعه. هو ليه لما واحد بيغير النضاره بتاعته من فريم لفريم بيتضايق بالذات الاستجماتيك؟ لان هو بياخد براحه يتحرك جوه النضاره. لو انا لابس نضاره انا عارف ان انا بكلم الدكتور محمد، فانا بكلم الدكتور محمد قامت الدكتوره فاطمه مكلماني فعملت لها كده ده بالنضاره، حركت عيني من كده كده اتحركت جوه ايه؟ جوه النضاره، يعني ما عملتش وشي من كده لكده صح؟ انا حركت عيني جوه النضاره. طب لو انا واحد طلعت من السنتر
بتاع الفيكسيشن بره شويه. طب لو انا شخص هاي مايوب ماينس 14 في العينتين خلاص، ومحمد بيكلمني وعايز انقل الكلام، ما اعرفش احرك عيني كده لان هطلع في زون بره السنتر، رحت لحته مختلفه تماما من العرسه، فما كنتش شايف فطر. فبقيت بعمل ازاي؟ هحرك وشي كله. فالشخص ده اللي بتقولي عليه عنده بقى يونيلاترال ايرور مش كده؟ فواخد بروحه في ناحيه دي ماينس واحد اتنين ولا حاجه، فبتحرك جوه، بتحرك انا اتعودت على دي، فجاه بتحرك الثانيه، اي حركه براها تجيب لي ابريشنز زي البر الابريشنز اللي بتحصل في هاي هايبرمتروبيا. طبعا طبعا اي بريفير جدا حتى لو كان بيديات. واتعملت استادي محترمه جدا في امريكا، كانت مالتي سنتر استادي اول ما طلعت الايريس كلولانس، كانوا كمان بيحطوا فكك اي ويل، قال لك احسن سيبه بالعدسه بتاعته وحط له فكك قبل ما تطلع الفي 4 فيرجن بتاعه الاي سي ال، كان لسه الفي 4 فيرجن اللي هي فيها السنترال هول كان لسه ما طلعتش وقتها، فكانوا بيروحوا فول الارتيفلكس. فاتعملت حاجه جميله جدا وافكتيف طبعا للناس الهاي هاي مايوبيا، الانايزو مايوبيا قصدي العاليه اللي فوق الماينس 12 و13 طبعا توتالي ويز طبعا. شخصيا لا هو ده يعني لكن لو عند الوقت اعمل له الكلام نعمله طبعا يعني بلا شك. اقصد لا خد ده مش امبليوبيا تريتمنت، ده باينوكلر ديس اوردر، ده اللي محتاج تريننج، ده محتاج تريننج على مستوى تاني خالص، ده سطح البيت اللي مهدود مش البدروم. فده محتاج، ده بقى من الناس اللي بيتعمل لهم جلسات اورثوتيك اكسرسايز، وده كان من الادوار اللي انتهت. مش كل القديم وحش يعني، للاسف ما عادش ناس كتير دلوقتي عندهم ساينوبتفور، وكان ده بيتعمل لهم اكسرسايزز ان هو يبدا يتعمل له تريننج. وعايز اقول لك ان كان بيتعمل ساعات لبتوع الاكوموديتيف ايزوتروبيا، يقول لك ان بتاع الاكوموديتيف ده بيجي له انترميتنت ايزوتروبيا مش كده؟ ما هو هايبر متروب ساعات بيكلمك وتلاقي عينه عامله كده وهو بلس 6 ولا 7، طب ليه ما بيجيلوش ديبلوبيا في الوقت ده؟ لانه عامل سبريشن. طب ده الفوفيا بتاعته اهي عامل سبريشن. طب عالجه ازاي؟ بيتعمل لهم دايكوبتيك ستيميوليشن ساعات باللي انت قلته، ان انا اعمل له بايفوفيال ستيميوليشن لحد ما يبدا يشتكي من دبل فيجن في الوقت ده، اقول له مبروك انت خفيت. لما تحول يجي لك ديبلوبيا تتعدل تروح الديبلوبيا انت كده بقيت كويس. فانا بحسن لك التايب اوف باينوكولاريتي اللي لما معاها تبدا تحس بالازمه في مشكله. دايما الابريشيشن اوف ديبلوبيا مش حاجه وحشه، لانه معناه ان مع ديسربشن اوف الاينمنت يجي لك ديبلوبيا، دي حاجه حلوه مش كده؟ انا راجل نظيف بلبس شيك براندات حاجات امجاه على عفراية تراب، هعمل ايه؟ هقوم الدنيا مش هقعدها. طب لو انا مزيت ومشحم اصلا وجيت قمت حاطط فوق الكلام ده اللي كوبايه الشاي عليا طز جت فين يعني؟ ده انضف من الشحم. فواحد نفس الكلام بالظبط، واحد عنده الباينوكلر اصلا مش متكون ما عندوش مشكله، لكن واحد عنده فيري هاي ديجري اوف ستيريوبسيس ابريشيتنج الدبث اوف فوكس وابريشيتنج ال 3 دي فيجن لدرجه تتاثر، فبيتعمل له تريننج طبعا. بيتعمل ازاي؟ بأورثوبتيك اكسرسايزز، ساعات بيعملوه بتريننج بريزم وساعات بيتعمل على الساينوبتوفور. ومن احد السنترز برضو احد التخصصات اللي اندثرت كان بيعملها الاورثوبتست، وده شغلانه بتروح من الدنيا لكن موجوده في كتير من بلاد اوروبا وفي امريكا وفي بعض البلاد العربيه، السعوديه فيها كده والامارات فيها كده وفي بلاد كتير عندهم الكلام. وظيفه الاورثوبتست اللي بيعمل اورثوبتيك اكسرسايز. فدي طبعا طبعا طبعا. وعايز اقول لكم ان في المؤتمرات الكبيره السيشنز اللي بيقولها الاورثوبتست اجدع بكتير من اللي بيقولها الاستربيزمولوجيست. ليه؟ هو داخل لان خلي بالك دي شغلانتنا يعني انا البلاد اللي سافرتها اشتغلت مع اورثوبتست هم فكروني بتاريخي، ما انا كنت في بدايتي وانا اسيستنت ايه؟ اورثوبتست. وانت اي واحد بيشتغل حول لما بيخش يحضر لحد وقعد بقى يقعد طلعت الانجل 35 بريزم وعملت مش عارف ايه، ما هي دي كانت شغلتك الاصليه، ونسيت وخدت بالي من الانفيرو بيكوبر اكشن والليميتيشن اوف ماينس هاف ومش عارف مين، ما دي شغل اورثوبتست. فهي دي شغلانه عظيمه يعني. تمام؟ صوتي بقى.